كان موضوعنا الريديو سيرفر، احنا نزلنا هنا، نازلين هنا الرول بتاعت الراديو سيرفر اللي هي نتورك فورس سيرفر، تمام. طيب قبل ما نرجع لموضوع الراديو سيرفر، نروح على مكنه دلوقتي تانية، مثلا المكنه دي وننزل على، او خلينا مثلا في مكنه ال ماشي الممبر 2 دي، وننزل عليها ايه الراوتنج اند ريموت اكسس. ماشي، ايه هو الراوتنج اند ريموت اكسس ده يا جماعه؟ لو انا دلوقتي مثلا عايز شخص يكونكت عليا من بره، تمام، فانا لازم يكون عندي سيرفر هنا يستقبل الكونكشن بتاعه، او يستقبل الريكوست بتاعت اليوزر اللي هو اللي بيكونكت عليا من بره ده، تمام معايا؟ يعني يوزر مثلا دلوقتي كمثال، مثلا يوزر عايز يخش في بي ان عليا من بره، تمام، فمين اللي هيستقبله؟ اللي هيستقبله اللي هو الراوتنج اند ريموت اكسس سيرفر ده، تمام، هو اللي ايه؟ هيستقبل اليوزر ويخليه يعمل راوتنج لباقي اليوزرز الموجودة عندنا في النتورك. مش دوسنا على السيرفر مانجر ولا ايه النظام؟ طيب تقلقوش يا جماعة، هيشتغل حد الآن يعني. احنا هنشوف قاعدين كام كمبيوتر، يعني قاعدين 4، 1 2 3 4، لسه العملية ضعيفة شوية. لا حول بسم الله الرحمن الرحيم. يا جماعه نرجع تاني. دلوقتي احنا عندنا جهازين كمبيوتر، ممبر 2 ودي سي، تمام، ده الدومين كنترولر بتاعنا، تمام، وده اللي احنا نزلنا عليه النتورك بوليس سيرفر، وهننزل هنا الراوتنج اند ريموت اكسس، معلش مش على المكنه دي، على المكنه دي، تمام. هنقول له اد رول، هنسكيب البيج دي ملهاش لازمه. وعايزين ننزل ايه يا جماعه دلوقتي؟ عايزين ننزل الراوتنج اند ريموت اكسس، تمام؟ هي ريموت ديسك توب. لا لا، الراوتنج اند ريموت اكسس ده في النتورك بوليس سيرفر، دي في هتلاقي فيتشر مش هتلاقيها، مش هتلاقيها في الرولز. في الرولز؟ متأكد؟ انا مش شايفها يعني في الرولز. هي بتخش راوتنج وريموت اكسس وبتطلع من جوه. طيب. ادرول. فين الراوتنج اند ريموت اكسس يا جماعه؟ انتوا هتعملوا ولا ايه؟ خش على دي، خش على دي. لا لا لا، ده دي ريموت ديسك توب سيرفيس. لا 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 يا ابني، يا جواها اهي يا جماعه، يا جماعه نتورك بول ده نازله يا جماعه، نازله. انا قلت لك انا منزلها قبل كده. لا لا، ده ممبر 2، ده جهاز تي ام جي. ممبر 2 ده يا جماعه جهاز تي ام جي، مين اللي نازل عليها ال؟ ايوه انا كنت منزلها قبل كده هنا يا ابني، انا شرحت حته منها يا ابني حبيبي. ماشي، انت كنت منزله على الدي سي ولا كنت منزله هنا؟ ماشي، ما علينا ما علينا ما علينا. ما هي يا جماعة صورش. طيب ماشي، احنا دلوقتي برضه هنشيل تاني، معلش يا جماعة لحظة واحدة، انا محتاج ان انا هشيل النتورك بوليس سيرفر دي، لان احنا قلنا احنا مش عايزين نتورك بوليس سيرفر، احنا منزلين نتورك بوليس سيرفر على الجهاز اللي اسمه دي سي، تمام معايا؟ النتورك بوليس سيرفر احنا لسه منزلينها يا جماعة، ده الكونسول بتاعها، ماشي؟ ان شاء الله ما حدش يبص على الكونسول ده دلوقتي، هنشوفه ان شاء الله، ماشي. لكن دي عايزين نشيل منها النتورك بولت سيرفر، احنا عايزين الراوتنج اند ريموت اكسس بس. طيب هنقول له دلوقتي انزل تحت، هنقول له ريموف رول ونشيلها، مش هتاخد حاجه تتشال بسرعه يعني، ماشي. طيب عشان العمليه تبقى واضحه كده من الاول، ولا خلينا هنا الاول في المثال ده الاول يعني. يقول لك ان هي محتاجه ريستارت، بس احنا مش عايزين نعمل ريستارت.
ادرول لازم نعمل ريستارت الاول قبل ما نادرول، معلش مش مشاكل يعني. لا 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 مش مهم مش مهم. بص يا سيدي دلوقتي دي مكنه دي سي، ايه هو موضوع الراوتنج اند ريموت اكسس ده يا جماعه؟ زي ما اتكلمنا نرجع تاني برضو ونقول ان لو في مكنه عايزه تخش من بره، كلاينت عايز اكسس عليا في بي ان، تمام؟ فبالتالي لازم نحط له سيرفر يقف قدامه عشان يقول له ايه انت مين، ويعمل له عمليه الاوثنتيكيشن. ماشي، يعمل له عمليه الاوثنتيكيشن دي المسؤول عنها اما الراوتنج اند ريموت اكسس، تمام، او اما السيرفر اللي اسمه ريجيو سيرفر، تمام. لون الريجيو سيرفر اختصار ايه؟ ريموت. عليكم السلام ورحمه الله، تمام. نوقف طيب حاضر طيب. نرجع تاني يا جماعه معلش، كل شويه نقعد نرجع بقى. ماشي، الريجيو سيرفر ده يا جماعه موضوع ايه؟ موضوع ان هو بدل ما اليوزر بيأوثنتيكيت من راوتنج اند ريموت اكسس سيرفر، بيعمل اوثنتيكيشن من خلال الريجيو سيرفر. ماشي، لان احنا قلنا الريجيو سيرفر في مجموعه من الادفانسد اوبشن هنشوفها ان شاء الله دلوقتي، ونعرف ليه بنستخدم الريجيو سيرفر بدلا من الاوثنتيكيشن بتاعت الراوتنج اند ريموت اكسس. ماشي، الاوثنتيكيشن بتاع الراوتنج اند ريموت اكسس مش اللي هي بتاوثنتيكيت في الاكتف دايركتوري؟ الاوثنتيكيشن بتاعت الراوتنج اند ريموت اكسس، لا الاوثنتيكيشن بتاعت الراوتنج اند ريموت اكسس حسب البروتوكول انت بتستخدمه، اذا كان بي بي تو بي ولا ال تو تي بي، تمام؟ كويس كده؟ الاوثنتيكيشن اللي هي اي اي بي، تمام؟ معايا؟ فاكرين الاوثنتيكيشن اللي قلت لكم عليها يا جماعه؟ الاي اي بي والام اس شاف فيرجن 1 وفيرجن 2، تمام. اما بالنسبه لل 2 تي بي كمان بضيف عليها الكربرز فيرجن 5 والسيرتيفيكتس، هنشوف ان شاء الله. طيب نيجي بس هنا معلش الاول ننزل الراوتنج اند ريموت اكسس، وبعدين نخش على الريجيو سيرفر. هنقول له اد رول، هنلاقي عندنا النتورك بوليسي. انا محتاج من النتورك بوليسي ايه يا جماعه؟ محتاج الراوتنج اند ريموت اكسس. ماشي، انستول. طيب نعمل الانستليشن دي ونرجع هنا. الريجيو سيرفر ده احنا قلنا ان هو بيستخدم عمليه الاوثنتيكيشن، تمام. فانا لازم اقف على الريجيو سيرفر واحدد له مين هو الكلاينت، تمام، او مين هو السيرفر اللي عندي اللي عنده ايه راوتنج اند ريموت اكسس، مكان الراوتنج اند ريموت اكسس فين، تمام. طيب لو بصينا كده هنقول له مكان راوتنج اند ريموت اكسس فين يا جماعه؟ طبعا بنقول له انيبل ريديوس كلاينت. ماشي، النيم بتاعي ايه؟ الراوتنج اند ريموت اكسس موجود على ايه يا جماعه؟ موجود على الجهاز اللي اسمه ممبر 2. ماشي كويس معايا كده؟ نقول له اسمه هنا ممبر 2، اقول له فيريفاي عشان اتاكد بس ان في كونكتيفيتي ما بيني وما بينه. ماشي، انا كنت ممكن اكتب له الاي بي ادرس على طول، بس انا حبيت ان انا اكتب الاسم عشان اكد لك ان في عمليه الكونكتيفيتي ما بين الدي سي وما بين الممبر 2 موجوده. ماشي، طيب شير السيكريت، احنا قلنا شير السيكريت دي عباره عن ايه يا جماعه؟ سيكريت بنحطها لل مثلا انت كان مكانك مثلا على جنب الكلاينت زي ما شفنا المره اللي فاتت. الكلاينت اسف الراوتنج اند ريموت اكسس بعمل له شير سيرفر، تمام، شير سيكريت اسف، وبعمل للكلاينت اخش على الكلاينت وانا بسطب الفي بي ان، تمام، بعمل ايه شير سيكريت برضه، تمام. نفس الكلام برضو هنا، انا عشان اخلي عشان اكونكت، تمام، على الراوتنج اند ريموت اكسس عشان الريجيو سيرفر يكونكت على الراوتنج اند ريموت اكسس، تمام، انا بعمل برضو شيرد سيكريت ما بيني وما بين الراوتنج اند ريموت اكسس. افترض مثلا شيرد سيكريت مثلا اي اس دي مثلا، مش هتفرق يعني. ماشي، وبعدين اقول له اوكي بشكل. طبعا احنا ما عندناش راوتنج اند ريموت اكسس على دي سي، يعني مين اللي كان حاطط دي سي راوتنج اند ريموت اكسس؟ ماشي، طيب نشوف هنا الراوتنج اند ريموت اكسس نزل خلاص. اروح رايح على الراوتنج اند ريموت اكسس هنا برضو نفس الكلام. وابتدي اقول له بروبرتيز تاب السكيورتي، هغير الاوثنتيكيشن بتاعتي زي ما احنا شايفين لريجيوس اوثنتيكيشن معايا. فطبعا الريجيوس اوثنتيكيشن ده فين؟ لازم اعمل له كونفجريشن، اقول له فين الريجيوس بتاعي.
بقول له اد موجود على جهاز اسمه دي سي، مش اسمه دي سي برضه، متاكد بس معلش عشان العمليه دي ما فيهاش روبو يعني، اسمه دي سي تمام ماشي. فطبعا هيقول لي ايه هو الشير سكري بتاعك، تمام الشير سكري بتاعي اس دي زي ما كتبناه في ريجستر سيرفر، مظبوط الكلام ده ولا في مشاكل؟ اوكي ماشي. طبعا هنا التايم لا انا مش بحتاج اما اجي لوجن على الجهاز، لا انا دلوقتي مثلا انا عندي الراوتنج اند ريموت اكسس على مكنه تمام، وعندي الريجيو سيرفر اللي هو الاوثنتيكيشن سيرفر على مكنه ثانيه خالص تمام. فانا لازم اربط ما بين السيرفر اللي عليه الراوتنج اند ريموت اكسس والسيرفر اللي عليه نتورك بولت سيرفر او الريجيو سيرفر تمام، بحيث ان عمليه الاوثنتيكيشن تتم من خلال الريجيو سيرفر ماشي. طيب اوكي بقى يبتدي يفيريفاي الكلام اللي انا كتبته له، المكنه والشيرت سكرت ماشي. نفس الكلام في الاكونت بروفايدر، ابتدي اقول له ايه كونفجر برضه، هقول لكم ايه الاكونت بروفايدر ده يا جماعه. حاضر اوكي بص يا سيدي، الاوثنتيكيشن ده عباره عن ايه يا جماعه؟ حد عارف الاوثنتيكيشن هي عباره عن ايه؟ ايه يا جماعه انتوا مش معايا ولا ايه؟ الاوثنتيكيشن عباره عن ايه؟ اللي احنا اتكلمنا عليه الاي اي بي والام اتش اف فيرجن، ام اتش اف فيرجن 2، سيرتيفيكت كيرنس فيرجن 5. طب ايه هو الاكونت؟ الاكونت ده اذا كان الراجل ليه اكونت عندي في الاكتف دايركتوري ولا لا؟ تمام؟ اوكي. ابلاي. ماشي يا سيدي. دلوقتي برضه هنا زي ما احنا شايفين في تاب بيقول لك ايه؟ allow custom policy. الحمد لله ما عملش ابلاي، ما عملش ابلاي ولا ايه؟ كده مهند. المفروض بعد الابلاي ده هيبتدي يقول لك ان هو محتاج يعمل ريستارت للراوتنج اند ريموت اكسس. لحد دلوقتي كده انا مش حاسس ان هو قال الابلاي ولا عمل ابلاي. اوكي. اقف على راوتنج اند ريموت اكسس اول تاسك واعمل له ريستارت. في مشاكل كده؟ ستارت عشان السيرفس تشتغل يعني؟ عشان التشنجز تيك افكت يعني. في مشاكل كده؟ لو قفنا بروبرتي الثانيه على السيرفر تاب السكيورتي هلاقي عندي بوكس اسمه allow custom IP sec policy for L2TP connection. يعني لو اليوزر انا عامل كونكشن، لو اليوزر اسف عايز يكونكت عليا كلاينت من بعض يكونكت عليا في بي ان تمام، ما ينفعش يكونكت عليا غير لما يكتب البري شير الكي ده عنده ماشي. وهنشوفه ان شاء الله باذن الله يعني هنشوفه. مثلا نفترض مثلا اس دي مثلا مش تفرق يعني ماشي. بيقول لك to enable custom policy you must restart a routing and remote access. نفس كل حاجه، اي اكشن بتعمله في السكيورتي بالذات يو ماستر ستارت راوتر اند ريموت اكسس. طيب حد دلوقتي في اي حاجه يا جماعه؟ عمليه بسيطه قوي مفيش حاجه. طيب الجنرال انا عايز بقى ارجع من اعمل ديسيبل الكلام ده كله، واحد يقول لي ايه هو اللي هيتعمل من الاول جديد ماشي، بحيث ان العمليه دي تبقى ايه تبقى عطل. انا عامل ديسيبل اهو بعمل له كونفيجر من خلال ايه؟ الكونفيجريشن ويزرد ده. فبيقول لي انت هتكونفيجر على اس ايه؟ راوتنج اند ريموت اكسس ده انت عايزه ايه؟ ماشي؟ انت عايزه يشتغل في بي ان ولا عايزه يشتغل نات؟ تمام؟ ولا عايزه يشتغل في بي ان ونات؟ تمام؟ ولا عايزه يشتغل ايه؟ سكيور كونكشن بتوين تو برايفت نتورك؟ ولا عايز كاستم كونفيجريشن؟
كاستم كونفيجريشن شامل الكلام ده كله. هنشوف ايه هو الكاستم كونفيجريشن دي. الكاستم كونفيجريشن ده هتشغله في بي ان ولا تشغله دايل ان ولا تشغله دي مان دايل اب ولا تشغله نات ولا تشغله نت راوتنج. ايه هو الفي بي ان؟ الفي بي ان شخص انا عايزه يكونكت عليا وياخد اي اي بي انترنالي جوه الليل عشان يقدر يتعامل. ماشي. الدايل اب لو الشخص ده هيكونكت عليا باستخدام ايه؟ دايل اب كارت فاكس يعني. دي مان دايل اب دي لو انا مثلا عندي مكان سامعني؟ انا عندي مكان دلوقتي او شركه فيها مثلا مجموعه من اجهزه الكمبيوتر. وعامل سي اس مثلا؟ لا مش عاملها خالص. وعامل ونفس الكلام هناك برضو في عندي مكان تاني فرع تاني عندي برضو مجموعه من الاجهزه وعندي سيرفر هنا وعندي سيرفر هنا. تمام؟ فهل يا ترى انا عايز مثلا اربط ما بين التو سايد في بي ان. ماشي؟ هل يا ترى مثلا عشان يوزر من السايت من الفرع الرئيسي مثلا يكونكت على الفرع المركزي في بي ان، مش انا عند كل يوزر كده هبتدي اعمل الكونكشن في بي ان دي اعملها مانوالي، اخش يعني على المكنه واعمل ايه؟ كرييت كونكشن في بي ان. معايا؟ صح؟ لا، بيقول لك انت ممكن من على السيرفر تعملها من خلال التول اللي اسمها دي مان دايل اب. بتبقى اوتوماتيك لما تعوزها. اه بالظبط، اوتوماتيك انيشاليزيشن فعلا. بتشتغل اوتوماتيكلي اول ما اليوزر يحاول كونكت مثلا على الفرع الرئيسي تروح مشتغل الفي بي ان على طول هذا. ماشي. ودي بتتم بين ايه؟ سيرفرين موجودين في الايه؟ كل سيرفر في السايت. ماشي. النت احنا اتكلمنا عنه كتير قوي، واللان راوتنج دي يا سيدي لو انا مثلا عندي تو كارت نتورك، كارتين نتورك، واحد مثلا فرنج والتاني فرنج تاني خالص، او واحد واخد مثلا اقول لك مثلا يا سيدي كلاس اي مثلا وواحد كلاس بي. هل يا ترى كلاس النتورك اللي في كلاس اي هتشوف النتورك في كلاس بي؟ مش هتشوف. لكن لو انا رحت لو انا علمت له على لان راوتنج دي يبقى في الحاله دي الاثنين هيشوفوا بعض. تمام؟ مع ان الاثنين كل واحد في نتورك مختلفه. ماشي؟ يعني لو حابب واحد مثلا في كلاس اي حابب بينج على كلاس بي، تمام؟ بس شرط ان انا اقول له ان الجيت واي بتاعك هي الايه؟ المكنه دي اللي معمول عليها لان راوتنج. طبعا. طب حد اللي فاهمها يقول يا جماعه ايه قصدي ايه؟ اللي فاهمها. طيب اللي فاهم لان راوتنج يقول عندك اي بي في كلاس وعندك انا المكنه دي عليها كارتين نتورك دلوقتي، واحد في كلاس اي واحد في كلاس بي. ماشي؟ ازاي اليوزر اللي هو في واخد نتورك كلاس اي هيبنج على اليوزر اللي في كلاس بي ويشوفه؟ عن طريق ان ده هيشوف في جيت واي مشترك في النص هو اللي بيعدي. الجيت واي دي مين بقى؟ الجيت السيرفس دي ان هي في المكنه الجهاز ده الكمبيوتر ده نازل على السيرفر. ماشي؟ طيب كنت على العموم مش موضوعنا يعني. الحاجه الوحيده اللي عايزها دلوقتي هي الفي بي ان اكسس. هنستارت السيرفس طبعا. نعم. دلوقتي شغلنا الفي بي ان. ماشي. انا دلوقتي هقف على السيرفر ونعيد نفس الكونفجريشن اللي عملناها. سكيورتي بدل الاوثنتيكيشن هغيرها لايه؟ ريجيستر اوثنتيكيشن. واقول له كونفجر وابتدي اقول له ايه مكان الريجيستر سيرفر بتاعي. دي سي تشينج اي اس دي اي اس دي. السلام عليكم. عليكم السلام. ورحمة الله وبركاته. تعالى يا اسامة. تعالى اتفضل. تعالى اتفضل. شاي ولا قهوة؟ لا شاي. شاي يا عم. شاي يا احمد؟ طيب. اوكي. فاهم النقطة دي ولا ايه؟ ازيك؟ اقف على السيرفر نفس الكلام واعمل له ريستارت. لا
واحد نسكافيه. يا باشا يلا سلام. ماشي كده عملنا السيرفر ستارت اب. لو انا عايز اشغل البري شيرك كي اللي اتكلمنا عنها دي، ان الكلاينت ما ينفعش يكونكت عليها في بي ان غير لما يكون عارف البري شيرك كي، خير وبركه. ماشي، بس دي بتستخدم البري شيرك كي ده بيستخدم للايه؟ لو الكونكشن بتاعتي ال 2 تي بي، يعني الكونكشن بي بي تو بي، البري شيرك كي دي مالهاش لازمه. ماشي، يعني هو كده لما بيجي، يعني لو انا عايز الراجل يكونكت عليا ال 2 تي بي، لما يجي يلوجن على السيرفر بيكتب اليوزر نيم والباسورد بتاعت الاوثنتيكيشن اصلا، وبيكتب البري شيرك كي، مش كده؟ بيكتب طبعا البريشيرد. تمام. لا لحظه واحده، هو اليوزر لما هيجي كونكت، لما يجي كونكت في بي ان، هيكونكت على الراوتنج اند ريموت اكسس ولا هيكونكت عن على الريجو سيرفر؟ على الراوتنج اند ريموت اكسس. ريجو سيرفر هيكونكت على الريجو سيرفر في الحاله دي، هيكونكت على الريجو سيرفر. المفروض هو يكونكت على الريجو سيرفر، بس ده كلام غلط. طب ايه؟ انا عامل السيرفر ده اسمه ايه؟ راوتنج اند ريموت اكسس، يعني هو اللي بيتلقى عمليه الراوتنج. يبقى ازاي احنا كونكت على الريجي سيرفر؟ انا كونكت هنا وانا قايل له ان هنا انا عندي، لما كلاينت يحب يخش عليك بص على الاوثنتيكيشن بتاعته من خلال الريجي سيرفر الموجود في المكان كذا. تمام، انا بشاور له عليه على الريجي سيرفر، لكن انا لما كونكت على المكان اللي عليه راوتنج اند ريموت اكسس، مش هكونكت على الريجي سيرفر يا جماعه. الريجي سيرفر ده عمليه اوثنتيكيشن سيرفر، تمام، لكن مش هو اللي هيستقبل الكونكشن بتاع الفي بي ان. اللي بيستقبل الكونكشن بتاع الفي بي ان، وما احنا عملنا له هنا ليه استبلش كونكشن في بي ان يا جماعه؟ عشان استقبل هناك؟ لا طبعا. ماشي، نرجع تاني للنتورك وول السيرفر هنا. الراجل ده صاحي، عجبني ماشي. انا دلوقتي عايز اكونفجر يا جماعه ريجست كلاينت. طب انا عشان اكونفجر الريجست كلاينت، انت صاحي ولا جت مع اهلك كده؟ انا عشان اكونفجر ريجست كلاينت يا جماعه، بقف على الريجست كلاينت تاب، او بقف على النتورك بوليس لوكال، وبختار من هنا ايه كونفجر ريجست كلاينت، زي ما انت عايز يعني. ماشي كويس معايا؟ ريجست سيرفر. في مشاكل كده يا جماعه؟ هنشوف الاول ايه موضوع الموضوع ده، بس انا عايز دلوقتي اكونفجر كلاينت من هنا. ماشي، اسف، كونفجر ريجست كلاينت. يعني ايه المكان هيكونكت؟ هقول له ايه اللي هيتطبق؟ ايه اللي انا عايزه دلوقتي؟ ماشي؟ معلش؟ هقول له ايه ريجيو سيرفر؟ انا عايزه دايل اب في بي ان، ولا عايزه 802.1 اكس؟ ايه هو 802.1 اكس ده يا جماعه؟ يعني اليوزر هيكونكت عليا، تمام؟ هيكونكت في بي ان، ولا هيكونكت وايرلس او وايرد؟ يعني ايه وايرلس او وايرد؟ يعني معايا في نفس المكان، تمام؟ اما في بي ان هيكونكت عليه من بره. تمام، هقول له هقول له كونفجر الفي بي ان دي. في مشاكل كده يا جماعه؟ ها صعبه؟ طيب نرجع من الاول، نقف على السيرفر نفسه من هنا. تمام، لو وقفنا على الريجست سيرفر هنا هنلاقي بيقول لي ايه كونفجر ريجست كلاينت، مين هو الكلاينت بتاعك اللي انا حاطينه في الجروب، اللي انا حاطينه هنا اهو. ماشي، في مشاكل؟ اتمنى يعني. طيب انا هكونفجر ريجست سيرفر يا جماعه. الريجست سيرفر ده بيقول لك في بي ان ولا دايل ان؟ ولا دايل اب، اسف، في بي ان. ماشي، هتسمي الكونكشن ايه؟ زي ما انت عايز. خلي بالك عشان الوزر ده طويل قوي. ماشي؟ طيب الريجست كلاينت بتاعك انهي مكنه؟ معايا؟ الريجست كلاينت بتاعي انهي مكنه يا جماعه؟ المكنه اللي هي ايه؟ ممبر تول اللي احنا عملنا لها كونفجريشن. تمام؟ اللي احنا عملنا لها اد في الريجست كلاينت. صح؟ ماشي. ماشي يا جماعة؟ دلوقتي أنا عايز أكونفجر الأوثنتيكيشن ميثود. طريقة الأوثنتيكيشن، طريقة الأوثنتيكيشن إم إتش إف فيرجن 2، تمام؟ ولا إي إي بي، ولا إم إتش إف فيرجن 1؟ معايا؟ لو أنا هإنيبل الإي إي بي، تمام؟ يبقى أنا إذا في الحالة دي أنا محتاج أكونفجر السيرفر بتاعي. بيقول لك مين هو الايشور بتاع السيرتيفيكت؟ ماشي، المايكروسوفت سمارت كارد اور اذر سيرتيفيكت. الاي اي بي دي يا جماعه بيستخدم يا اما مايكروسوفت سمارت كارد، يا اما ايه سيرتيفيكت. ماشي، فهو بيقول لك ايه يو باس ذا اور ميثود اوف اكسس اند نتورك كونفيجريشن. السلام عليكم. سلام.
نرجع يا جماعة ولا ايه؟ ماشي. لا اهم حاجة تركزوا في في الوزر ده. ماشي. الفيرجن انت محتاج تعمل الاوثنتيكيشن بتاعتك ايه؟ اي اي بي تمام ولا ام ولا ام اس ولا ام اس اف فيرجن ولا ام اس ولا ام اس اف فيرجن 2؟ ماشي. اي بي تستخدم في السمارت كارت او اما او سيرتيفيكت اور اذر سيرتيفيكتس او سيرتيفيكت موجود عندك بالفعل على مكنه معينه تمام. في مشاكل السيرتيفيكت ايشور بتاعها مين؟ مين هيعمل لك السيرتيفيكت؟ الدي سي. ماشي. هو اصلا مطلع لنا دي ليه يا جماعه؟ عشان احنا بالفعل عندنا سيرتيفيكت على على الكمبيوتر ده، لكن لو ما عندناش سيرتيفيكت ما كانش هيطلعها لك، لان انت زي ما انت شايف الفريند نيم بتاعك مايكروسوفت اكستشينج، معنى كده ان احنا عندنا سيرتيفيكت موجوده هنا. لو دخلنا مثلا على الاي اس الاقي ان انا عندي سيرتيفيكت بتاعي. لو ما عنديش سيرتيفيكت كنت محتاج ان انا كاري سيرتيفيكت واوريها له مكانها من هنا. تمام؟ في مشكله يا جماعه؟ خلي بالك عشان النقطه دي لما تيجي تعمل له انيبل مش هيكون عندك سيرتيفيكت، فلازم تكاري السيرتيفيكت لو انت محتاج للعمليه دي. ماشي؟ او ام اس اف فيرجن 1 او ام اس اف فيرجن 2. طيب ام اس اف فيرجن 2 بس ده مثال يعني مش محتاج يعني مش محتاجين سيرتيفيكت فيه يعني. ماشي. بس انا حبيت اقول لك سيرتيفيكت يعني لازم تكتب سيرتيفيكت الاول قبل ما تعمل اي اي بي. طيب حدد لي بقى مين هم اليوزرز الكونديشنز. يعني ايه كونديشنز يا جماعه؟ الكونديشنز دول يعني لحظه واحده قبل لا دي مش كونديشنز معلش يبقى انا مش شايف. بيقول لك سيلكت اليوزر جروب تمام اه اللي بقى لهم صلاحيه ان هم يعملوا يخشوا في البيان. طيب مين هم الجروب دول؟ الفي بي ان اليوزرز الفي بي ان. لا عادي عادي مش مشاكل يعني عادي مفيش امان هو الراجل سيرفر كده لو متعود عليها هتلاقي ان هتدوس اوكي تاني هتلاقيه اشتغل. بيقول لك دلوقتي سبيسيفاي الاي بي فلتر. لو انت عندك لو انت عايز تفلتر خلي بالك السبيسيفاي الاي بي فلترنج دي موجوده في ال 2008 ريليز 2 بس مش موجوده في ريليز 1. ماشي. لو انت فلتر اي بي ادرس معين بس هو اللي يخش وما يخشش. ماشي. مش لازمه خالص يعني بقول لك ان انت ما اعرفش معطينها ليه. دي الانكريبشن سيتنج. الانكريبشن سيتنج بتاعتك زي ما قلت لك ام بي بي اي تمام او اي بي سيك تمام معايا. نرجع تاني لو في اي مشاكل عند في حد في حد في حد عايز يبص على الفلترنج بتاعت الاي بي فلتر. الراجل ده مش هيخش من بره. اه الراجل ده هيخش من بره. ما هيخش منين؟ طيب ازاي انا احدد الاي بي ما هو انت دلوقتي احنا دلوقتي بنستخدم ايه؟ احنا بنستخدم راوتنج اند ريموت اكسس تمام؟ فانا ممكن اكونفجر مثلا الانباوند فلتر معايا اقول له نيو فلترنج مثلا الديستنيشن نتورك بتاعتي مثلا يخش على مثلا على يخش مثلا عليا تي سي بي كويس؟ من خلال البورت كذا معايا؟ ماشي ولا ارجع ولا اوضح من الاول؟ اوضح حاضر. بص يا سيدي الديستنيشن اي بي ادرس مين اللي هيكونكت عليا من بره؟ الاي بي ادرس بتاعه ايه؟ لو انا عايز مجموعه معينين بس هم اللي يخشوا عليا من بره وهيكونكت عليا ايه؟ البروتوكول باستخدام بروتوكول ايه؟ تمام؟ في مشاكل؟ يعني انا عايز احدد مجموعه بس من الكلاينت بره يخش عليا في بي ان من خلال الاي بي ادرس بتاعهم تمام؟ بس ما اعتقدش ان في حد ممكن يعمل كده يعني. بص يا سيدي دلوقتي احنا عندنا بيقول لك الريال منين. ماشي. انا نعم معايا يا جماعه كمل. نرجع. طيب نرجع تاني. بيقول لك دلوقتي لو انت عايز تحدد ريال منيم ايه هو الريال منيم ده يا جماعه؟ لو انا دلوقتي مثلا عندي اي اس بي معين انا عايزه يكونكت عليا عايز يعني الراجل مثلا عشان يكونكت عليا في بي ان يكونكت عليا من خلال اي اس بي مثلا كذا تمام. يعني مثلا لو مش هيكونكت لو ما فيش مثلا اي اس بي ده يبقى ما يكونكتش عليا. ماشي. صعبه ولا ايه؟ مفيش مشاكل خالص يعني لو هتسيبها فاضيه يبقى خلاص مش هتضيف لحد يعني. طيب ده بالنسبه يا جماعه ايه؟ فاضيه يبقى اي حاجه من اي اس بي مش كده؟ نعم
لو سيرفر فاضي يبقى اي اي اس. اه بالظبط. الكونفجريشن بتاع انت هنا بتكتب النيم على اي اس بي بس مش كده؟ اه. ولا دي الناس بتاعه؟ يعني بكتب النيم بتاع الاي اس بي. بتكتب مثلا الدومين الدومين نيم بتاع الاي سي بي مش الـ مش الـ مش اسمه نفسه. هو مش هيفهم حاجه من الاسم نفسه دي. ماشي. طيب الموضوع ده ما يهمنيش خالص اللي احنا عملناه ده. ماشي. اللي يهمني الموضوع البوليسي معايا. يعني الموضوع اللي انت عملته ده كله بتاع الكونفيجريشن ده ملوش اي قيمه بالنسبه لي. موضوع الموضوع اللي قيمه الريجي سيرفر هو النتورك بوليسي بتاعته. ماشي. هي البوليسي الموجوده. ماشي. هي البوليسي الموجوده يا جماعه. المفروض ان عندنا تو بوليسي ستاندرد. ماشي. اول بوليسي بيقول لك ايه؟ ان انت بتقفل اي حد من اي حته يخش على اي في بي ان. ماشي. يعني ايه بيخش اي حد؟ يعني ما حدش يعرف يكونكت على اي في بي ان. دي البوليسي بتاعتنا الاساسيه. ماشي. انا ممكن طبعا اشيل ايه البوليسي الثانيه دي، ولا مثلا ايه ديليت. طبعا اللي انا شايفه ده ريموت ديسكتوب والجيت واي والحاجات دي كانت خاصه بالترمينال سيرفر. ما انا ظبطنا الترمينال سيرفر هنا. تمام. لكن احنا المفروض ما يبقاش عندنا غير ايه؟ غير اتنين بوليسي بس. طبعا دي احنا سكرتنا دلوقتي. انا هشيل الكلام ده كله، انا مش عايز كل ده. انا عندي الريديو سيرفر بتاعي كده يا جماعه. انا دلوقتي اول ما اسطب الريديو سيرفر مش هعمل كل الكلام اللي فات ده، ما تحطوش في دماغي اصلا. ده بص مجرد وزر كنت عايزك تشوفه يعني. تمام. انا دلوقتي عشان اسطب الريديو سيرفر يبقى انا محتاج اخش على الوزر ده اللي هو بتاع النتورك بوليسي. ماشي. عايز تسمي البوليسي بتاعتك ايه؟ اي حاجه مثلا، ريموت ديسكتوب مثلا. مثلا يعني مش هتفرق معاك. تمام. بيقول لك سبيسيفاي كونديشن. ايه هو الكونديشن ده؟ الكونديشن يا جماعه بيشمل ثلاث حاجات. اول حاجه مين اللي هيطبق عليه البوليسي دي؟ تمام. هطبق عليه ايه؟ كويس. ومجرد وبعض الكستمايزيشن كده. هنشوف ايه هي الكستمايزيشن دي ان شاء الله. اد هيقول لي مين اللي انت عايز تطبق عليه. خلي بالك العمليه دي طويله قوي. ماشي. هنشوفها دلوقتي عشان محدش يتخض يعني شكلها. بص اول حاجه بيقول لك الجروبس. اليوزر يبقى في جروب ايه عشان يطبق عليه العمليه دي. ماشي. هيبقى في ويندوز جروب ولا في ماشين جروب ولا في يوزر جروب؟ يعني ايه؟ ويندوز جروب؟ يعني ايه ماشين جروب؟ يعني ايه يوزر جروب؟ ويندوز جروب يعني بتعمل سبيسيفاي للاوبريتنج سيستم. الجروب بتاع الاوبريتنج سيستم. طب يعني ايه ماشين جروب؟ ماشين جروب يعني بي سي 1 بي سي 2 بي سي 3. ممكن انت تعمل لهم جروب ماشين جروب زي ما بتعمل يوزر جروب. ممكن تعمل ماشين جروب. طب يعني ايه يوزر جروب؟ دي جروب خاصه باليوزر. بص يا سيدي الثلاثه دول واحد لا يختلفوا عن بعض في شيء خالص غير في حاجه واحده بس. اليوزر جروب دي يعني اليوزر هيكون ممبر في جروب كذا. ماشين جروب يعني المكنه نفسها هتكون ممبر في جروب كذا. تمام. ويندوز جروب يعني الراجل هيكونكت عليا بيستخدم اوبريتنج سيستم ويندوز وهو في جروب كذا. تمام. في مشاكل؟ طيب لو قلت له ويندوز جروب هتقول له الراجل في جروب ايه؟ مثلا نقول مثلا اي حاجه دومين يوزر مثلا زي ما تحب. يعني تحب دومين ادمن دومين يوزر اي حاجه مش تفرق معايا يعني. هنستخدم مثلا كونديشن مثلا دومين ادمن مثلا. خد بالك عملية الديلي دي 5 ثواني اصلا فعشان كده بيطلع لك ال. طيب ادي اول حاجه اللي هيطبق عليه مين؟ مين هيطبق عليه ال ال البوليسي دي؟ الناس اللي في الجروب اللي اسمها كذا. تمام. طيب الاتش كاب دي احنا اتكلمنا عليها خاصه بايه يا جماعه؟ خاصه لو انا هربط النتورك بوليسي سيرفر بتاعي مع مين؟ مع
مع سيسكو. تمام. طيب الدي تايم وباقي الكاستمايزيشن دي كلها دي هنشوفها ان شاء الله في النكست اللي جاي، عشان كده مش عاملها من هنا. ماشي. طيب نكست هيقول لك انت الجروب دول الناس اللي انت عليهم دول اللي في جروب اسمها الدومين ادمن، عايز تخليهم جرانت اكسس ولا هتعمل لهم اكسس دينايد؟ ماشي. طبعا هخليهم ايه اكسس جرانتد، هفتح اخليهم اكسس يعني على الفي بي ان. تمام. انا عايزهم اكسسوا عليا. تمام. طيب لان احنا قلنا ان احنا عندنا تو ديفولت رولز، الاثنين بيقفلوا ايه؟ بيقفلوا اي كونكشن، فانا لازم اعمل بوليسي تفتح الكونكشن ده لناس معينه. ماشي. فهيقول لي هتستخدم الاوثنتيكيشن بتاعتك ايه؟ ماشي. الاوثنتيكيشن بتاعتك هتستخدمها برضه مايكروسوفت اي اي بي ولا ام اتش اف فيرجن 1 ولا ام اتش اف فيرجن 2 ولا حاجه من دي. الاي اي بي دي تايبس دي اللي هي كاستمايزيشن لوحدها. ماشي. هتستخدم اي اي بي تايب ايه؟ هتستخدمه سمارت كارد ولا هتستخدمه اي اي بي العاديه ولا هتستخدمه سكيور باسورد؟ ماشي. دي الاي اي بي اللي احنا هنستخدمها مثلا. ماشي. سكيور باسورد دي انا هعمل ايه؟ عايز اعمل باسورد. ماشي. نمبر اوثنتيكيشن انتاير، مين اللي هيخش، كام واحد يخش عليا؟ تمام. باستخدام الاي اي بي كونكشن. انا افضل ان انت ما تحطش اصلا اي بي، بس لو حبيت يعني تحط اي بي تحط، انا بفضل مايكروسوفت بروتكتد اي بي يعني. ماشي. طيب المهم بقى قيمه الريجستر سيرفر في الويزر ده من اول هنا بقى. الايدل تايم بتاعك اليوزر يقعد قد ايه ما يعملش حاجه وبعدين يعمله ديسكونكت؟ يعني لو ما عملش حاجه مثلا، لو ما حركش الماوس بتاعه مثلا خلال 3 دقائق السيشن بتاعته بتعملها ديسكونكت مثلا. السيشن تايم اوت يقعد قد ايه شغال او مش شغال، مش مهم يقعد قد ايه شغال وسيشن قطع ساعه مثلا. ماشي كده. في حاجه السيشن اي دي، سيبك من السيشن اي دي خالص مالهاش لازمه. الدي تايم الفي بي ان يكونكت عليها من امتى لامتى؟ ماشي. انا اقول له مثلا في الفترة دي مثلا يكونكت عليها في بي ان، باقي الفترة ما تطبقش عليها مثلا. طيب ماشي. الناس بورت دي هيكونكت عليا باستخدام ايه؟ ماشي. نبص الأول حاجة في الفي بي ان هيكونكت عليا ايه يا جماعة؟ في بي ان. تمام. ولا هيكونكت عليك اي اس جي ان ولا بالسينك بالموبايل ولا يستخدم ولا هيكونكت عليك باستخدام مودم؟ ماشي. تاني حاجة الكونكشن هيبقى ايثرنت ولا اف دي جي اي ولا توكن ولا وايرلس؟ نعم. لا تختار اللي انت عايزه من كل الطرق عادي مفيش اي مشاكل يعني. ماشي. الكونكشن هيبقى وايرلس ولا ايثرنت ولا توكن ولا اف دي جي اي؟ توكن رينج دي الكلام ده كان بقول لكم بعدين يعني ايه توكن رينج يعني. هيكونكت عليا ايثرنت ولا هيكونكت عليا وايرلس ولا هيكونكت ايه؟ ماشي. طبعا دي اذرس بقى، دي هيبقى الاي دي اس ال 1 ولا 2 الكلام كان ده عمليه ادفانس دي مالهاش لازمه خالص. مش التوكن رينج دي لو ممكن اوقف في النص كلها وقت. طيب الستاندرد بقى هيكونكت عليك ايه باستخدام ايه؟ البوينت تو بوينت بروتوكول ولا انت هتستخدم حاجه ثانيه؟ ماشي. الفي بي ان بتاعك هي مثلا هتستخدم معايا ايه؟ هتستخدم نظام الفريمنج، لو حد خد سيسكو ولا حاجه هي السي سي بي سي سي ان بي هيعرف ايه هو الموضوع ده. سي سي ان بي عشان تعرف ايه هو موضوع البروتوكول اللي يقدر يكونكت عليك بيه يعني. ماشي. الفيندور مين هو الفيندور بتاعك؟ طبعا المورد بتاعك يعني صاحب الريجستر سيرفر مش محتاجينها خالص. اهم حاجه الناب بقى. الناب بتاعتنا دي انت ممكن تعملها كاستمايزيشن من هنا. تمام. او ممكن من خلال ويزرد كامل للناب ده. ماشي. طبعا باي ديفولت الناس هتكونكت عليا الا فول نتورك اكسس. ماشي. طيب انت معايا ولا ايه؟ معايا. طيب هنعرف ايه هو الناب ده يا جماعه؟ الناب ده موضوع ان مثلا اليوزر يكونكت عليا، اللي هيكونكت عليا بتحقق من مجموعه حاجات كده الاول قبل ما يكونكت عليا، دي هنشوفها ان شاء الله يعني. ماشي. المالتي لينك اكتر من واحد يخش عليا ولا واحد بس؟ ماشي.
لو انا قلت له دونت الاو مالتي لينك يعني يوزر واحد بس اللي يخش عليه في بيان مش اكتر. لو انا عايز احدد مجموعه معينين يخش عليه كام واحد يخش عليه في بيان ماشي. طيب اي بي فلتر لو نفس الكلام برضه، لو انا عايز افلتر انهي مكنه من بره الاي بي ادرس بتاعها كذا ايه اللي يخش عليا. دي نفس الكلام في الانكريبشن، هتستخدم انكريبشن ام بي بي اي. الاي بي سيتنج هتستخدم ايه يا سيدي؟ الاي بي سيتنج ديترماين اي بي ادرس اساينمنت، يعني انا مخصصه له ولا انا اساين حاجه ولا انا خصصت حاجه معينه. دي طبعا دي من خلال الفور فرونت بتاساين بتعمل له اساينمنت للادرس ولا بتقول دي اتش تي بي ماشي. طيب ده بالنسبه للكستمايزيشن بتاعه الريدي سيرفر كده اليوزر يقدر يخش عليه خلاص، لان عامل حاجه اسمها جرانت اكسس ماشي معايا. في مشاكل لحد كده ولا ايه؟ انا ممكن اقول له موف اب عشان اعلي البرايورتي بتاعتها. مشاكل؟ حاضر حاضر. فهمنا يا جماعه ايه هو موضوع الريدي سيرفر؟ صعب. مجموعه بس كاستمايزيشن زياده شويه عن الراوتنج اند اكسس. الراوتنج اند اكسس مفيش اي حاجه خالص ماشي. انا الفرق اللي انت بتختاره بتحدد له، ممكن تحدد له الناس اللي تدخل عليه، ممكن تحددهم عن طريق الاي بي. بالظبط. فرقت هنا عن 2003 ان انت في 2003 كان لازم عشان تحط كل اللي بيخش في بي ان نيجي بقى نكستمايز الناب بتاعنا. لازم تعمله، لازم يبقى عندك ايزو. لكن هنا هم نزلوا لك ايه هو الناب ده يا جماعه؟ الناب ده عباره عن سيرفر بيتاكد ان كل مجموعه حاجات مجموعه شروط معينه تطبق على اليوزر لازم تتوفر في اليوزر قبل ما يكونكت عليه ماشي؟ ويندوز ابديت الكلام ده. طيب ماشي. طب ايه هي النتورك كونكشن ميثود بتاعتك؟ الكونكشن طريقه الكونكشن هتبقى ايه؟ هتبقى في بي ان ولا دي اتش تي بي ولا وايرلس ولا هتبقى ريموت ديسكتوب جيت واي؟ هتبقى مثلا في بي ان. طبعا ده مجرد اسم ليها زي ما تحب يعني. مش شايف والله معلش. قبل الاخير ماشي. فيرتشوال برايفت نتورك ماشي. يعني انا هطبق الكلام ده على الناس اللي بتخش عليها في بي ان ماشي. انا ممكن اقول مثلا مش هطبق على الناس اللي بتخش عليها في بي ان، هطبق مثلا على الناس اللي الكونكشن بتاعها من خلال دي اتش تي بي مثلا. طب ايه طبعا حد يقول لي يعني ايه يعني ايه يعني ايه الراجل هيكونكت عليه من خلال دي اتش تي بي؟ يعني اللي هيروح يتشيك البوليسي ديت اذا كانت موجوده فيه او لا، او يروح اللي هيروح يتشيك الشروط اللي موجوده فيها ديت موجوده ولا لا هو الدي اتش تي بي. اي حاجه؟ طب انا عايز اقول لك انت الدي اتش تي بي اللي هو هيتحقق من الشروط اللي انا هحطها عشان يخلي الكلاينت من بره يدخل عليه. يدخل او ما يخش. مظبوط. طيب في بي ان طبعا نفس الكلام، هلاقي سيرفر كلاينت موجود عندي ماشي. ماشين جروب ايه او يوزر جروب؟ ممكن اقول له يوزر جروب او اقول له ممكن ماشين جروب زي ما احب يعني. خلي بالك لو انت ما حطيتش حاجه يبقى كل الناس ايه هتطبع عليه نفس الكلام ده. دون ادمن مثلا شاد شويه نايس. انا عايز تبقى دومين ادمن. ماشي. نفس الكلام برضو ماشين جروب ولا جروب ماشي. طيب هتستخدم ايه الاي اي بي؟ هيبقى عباره عن ايه؟ سكيور باسورد ولا سمارت كارد؟ ماشي. طيب السيرفر سيرتيفيكت بتاعتك موجود فين؟ موجود على اي مكنه؟ هو هنا شايف ان في سيرفر عليه سيرتيفيكت بالفعل ماشي. او انت ممكن تقول له تشوز لو انت عندك مكنه ثانيه. طبعا هنا احنا ما عندناش غير، هي مش شايف غير السيرتيفيكت دي. لو انت عندك سيرتيفيكت ثانيه ممكن تختار منها ايه سيرتيفيكت اللي انت عايز تديها للناب. طيب الجروب ايه بتاعت الريميديشن سيرفر؟ يعني ايه ريميديشن سيرفر يا جماعه؟ ده السيرفر اللي لو الجهاز ما توفرتش فيه الشروط ده السيرفر اللي هيخش عليه الجهاز يكمل بيت الشروط دي. ريميديشن يعني معالج، يعني مين اللي هيعالج لك المشكله اللي عند الكلاينت؟ اللي هيعالج لي المشكله اللي عند الكلاينت ده سيرفر اسمه ريميديشن.
تمام كويس. انا ممكن اعمل سيرفر اقول له مثلا هيبقى الجروب مثلا اي حاجه مش تفرق معاك الجروب اسمها ايه، واقول له اد، هقول له مثلا السيرفر ده على المكنه اللي اسمها دي سي، يعني ايه؟ يعني انا هقول له ان السيرفر اللي هيعالج الكلاينت هو السيرفر اللي اسمه جي سي، ماشي؟ بص يا سيدي، هنا بقى عندنا حاجه اسمها ايه يا جماعه؟ الاتش تي تي بي. الاتش تي بي ده لو انا عندي يا جماعه سايت، تمام؟ معايا؟ عنده حلول للايرورز اللي عند الكلاينت، تمام؟ او عندي مثلا السايت ده عليه ابديتنج معينه اقدر احطه له هنا. معايا؟ يعني لو مثلا انا عندي مثلا ماجيشن، ما عنديش مثلا ماجيشن سيرفر، تمام؟ انا ممكن اخلي ترابل شوتنج يور ال بتاعه على السايت ده. يعني ايه؟ يعني مثلا الكلاينت لما يجي يكونكت عليا، تمام؟ مش عارف كونكت عليا. ليه؟ لان مش متوفره فيه مجموعه شروط معينه. وما عنديش كمان ريميديا سيرفر، ما عنديش سيرفر يعالج لي الحاجه المشاكل اللي عنده دي. تمام؟ فاثناء الكونكشن بتاعه انا بستبلش الكونكشن، هيقول له مثلا فور مور ترابل شوتنج خش على اليور ال ده. هو كده مثلا لو يعني انا هحدد له الابديت بتاع ويندوز لازم يكون عليه ابديت ويندوز. اه. اما على السايت ده هياخد لا لا مش لازم يكون عامله ابديت لويندوز، يعني مثلا انا ما عنديش انا ما عنديش مثلا ماجيشن سيرفر لا مثلا ما عنديش، ما كده بقى مش هيعالج مثلا، ما فيش معالج كده خلاص ماشي. فبالتالي ما اليوزر هيحاول يكونكت عليا على الراوتنج ريموت اكسس سيرفر بتاعي يحصل ايه؟ مش عارف كونكت ماشي. لكن لو انا حطيت له سايت هنا مش هيرضى يكونكت، وفي نفس الوقت هيقول له لو عشان لو انت عايز فور ترابل شوتنج، يعني لو انت عايز تعرف ايه المشكله او المشاكل اللي مخليك مش عارف تخش، خش على السايت، لا خش على السايت كذا، لو مثلا www. مثلا اي حاجه مثلا hd مثلا دوت لوكال مثلا مثلا، يعني بقول لك مثلا ده كمثال يعني مش معايا. ماشي في معايا. احنا حطينا ال هو ما ينفعش اصلا يبقى انت مصور جاك اتفضل، ما ينفعش يبقى انت بتبعد عن السيرفر ده وفي نفس الوقت بتقول له لو عايز تعالى خش على السيرفر ده. لا 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 دي مش معالجه، ده دي فور ترابل شوتنج بس، ده يو ار ال للترابل شوتنج. بتكلم على اللي فوق انت حطيته الاي دي بتاع السيرفر ده. ريميديشن سيرفر ده لا يعني ايه؟ مش فاهمه. يعني انت اساسا لما بتقول له ان هو مثلا عشان يعمل عمليه معالجه فانت بتفصله عن النتورك دي. لا انا مش لازم افصله عن النتورك، انا بقول له مين هو السيرفر اللي مثلا عنده دبليو اس اس، طيب او مين السيرفر اللي عنده ابديت. هو مش هيدخله اصلا، فهو ازاي هيخليه كونكت على السيرفر دوت؟ مش هيدخله ايه ده عمليته هو اصلا؟ هو اليوزر ماله؟ ده ريميديشن سيرفر، هيدخله ايه؟ انت دلوقتي فاتح الايه؟ فاتح كونسول الناب، تمام؟ فمين اللي هيخش؟ مين اللي هيخش ده على ريميديشن سيرفر؟ اللي يخش على ميجيشن سيرفر هل يا ترى اليوزر ولا الناب ابلكيشن؟ الناب ابلكيشن انا ماليش علاقه خالص باليوزر، اليوزر هيدخله على الحاجه اللي هو عايزها، اللي هو عايز يكونكت عليها، عايز يكونكت مثلا على ويندوز ابديت دبليو اس اس، الناب هو اللي هيدخله عليه. مثلا عايز يكونكت مثلا على الويندوز ابديت مثلا من خلال سيرفر معين، الناب هو اللي هيدخله عليه. الكلاينت ماليش علاقه خالص بالموضوع ده، الكلاينت مش هيخش على المكنه، الكلاينت مش هيخش على المكنه عشان ياخد منها اللي هو عايزه، يعني مش هيخش عليها ريموتلي مثلا عشان ياخد منها دبليو اس اس، لا طبعا الكلام ده مش هيحصل. اللي هيحصل ان الكلاينت اول ما هيلاقي المشكله دي، اول ما هيلاقي عنده مشكله الريجستر سيرفر بتاعك هيكونكت على مثلا دبليو اس اس. مثلا لو انت عندك ابديت مثلا على السيرفر اللي هو اللي في المكنه اسمها اس دي مثلا. طب ما ده غلط. لا مفيش حاجه اسمها غلط، انت عندك الدبليو اس اس فين؟ ده مش مزاجك. ما هو دي خليت انا قصدي هنا في المثال دوت ما ينفعش تكتب له نفس السيرفر، بس انا قصدي كده. يعني ايه تكتب له نفس السيرفر؟ مش فاهمك. يعني انت اساسا بتعمل القصه دي كلها عشان ما تخليش الجهاز بتاعه والكلاينت بتاعه يكونكت بالسيرفر او يكونكت عندك في النتورك مثلا. فالمفروض ان انت بتحط له اي بي بتاع سيرفر تاني اللي هو مثلا عليه دبليو اس اس، ان هو يخش من عليه يعمل الابديت، لان هو مجرد ان هو بيكونكت لو عنده مثلا انتي فايروس مش معمول له ابديت اي حاجه ممكن الفيروسات تخش على. بص يا سيدي اقول لك على حاجه، هو طول العمليه دي هو ما خشش، طول العمليه دي هو في الكارنتاين يوزر، يعني هو لسه في الحجر، يعني هو لا دخل ولا بتاع. هو هياخد ابديت ازاي بقى؟ مش لازم يكونكت السيرفر اللي عليه دبليو اس اس؟ مش هو اللي هيكونكت يا حبيبي، والله العظيم هو اللي هيكونكت. اللي هيكونكت الريميديشن سيرفر. الريميديشن سيرفر ده اللي هو مين؟ اللي هو المكن اللي اسمها دي سي، هي اللي هتكونكت بيه، مش هو اللي هيكونكت. في فرق. في المثال دوت ان مش فاهم مصر. خلاص مصطفى كمل. طيب ماشي، انت عايز تنيبل الاوتو ريميديشن ولا لا؟ اوتو ريميديشن يعني ريميديشن سيرفر
او سيرفر المعالج هو يعمل اوتوماتيك الريميديشن دي، يعني هو اللي يعالج اوتوماتيكلي. ماشي، اسف احنا في هنا كده النتورك اكسس، طبعا احنا كنا لازم نعملها علاوي يعني، بس طبعا العمليه هنجت شويه. نعمل كل ده اصلا عشان نعمل علاوي يعني. خلي بالك عشان بس عشان يبقى شايفين ايه موضوع النتورك اكسس ريستريكشن دي، بيقول لك يعني الكلام اللي انت عملته ده، انت عايز تعمل ديناي لليوزرز اللي انت حاططهم في الجروبس مثلا الدومين ادمن دي، ولا عايز تعمل لهم الاو؟ تمام، يعني اليوزر اللي في الدومين ادمن ده مش انا حاطينها في الجروب، الجروب اللي اسمها دومين ادمن. تمام، انا عايز الناس دي اعمل لهم الاو اكسس ولا ديناي اكسس؟ ماشي معايا. كلمه فورناب ان الليجابل كلاينت، ان الليجابل يعني اللي يستحق يعني، ماشي، اللي يستحق الناس اللي الناس اللي في جروب اللي اسمها دومين ادمن تستحق اعمل لهم الاو اكسس ولا ديناي اكسس. ماشي، مش ده لا مش احسن منه. مين ده؟ انا ممكن اعمل كاستمايزيشن يا جماعه من هنا، من النت، من الناب نفسه. انا ممكن اكونفيجر السيستم هيلث بتاعتي من هنا. ده معلش لا انا ايوه اكونفيجر السيستم هيلث فاليديت فيجر ماجيشن سيرفر جروب. لا مش ريميديشن سيرفر جروب، فيجر سيرفر جروب تحت انا سيتنج. معلش المفروض ان ضغط هنا بقول لك بقى في ويندوز اكس بي وفيستا وفي 7 وفيستا بعدين لسه الكونسول بيفتح. الويندوز مثلا، الويندوز مثلا 7 ماشي، الفاير وول فيه يكون انيبل ولا لا؟ لو في يوزر مثلا بيكونكت عليها في بي ان، الفاير وول بتاعه يكون انيبل ولا لا؟ مثلا ده شرط من الشروط. تمام، الانتي سباي وير شغال ولا لا؟ والانتي سباي وير برضه اب تو ديت ولا لا؟ يعني مش شغال بس، اب تو ديت كمان. ماشي، الاوتوماتيك ابديت مفتوحه ولا لا؟ هو انا في الاخر هنا بقول له ايه؟ ريستريكت اكسس فور كلاينت دونت هاف اول افيلابل سكيورتي ابديت انستولد. يعني لو الراجل مع الابديت سكيورتي، الابديت سكيورتي بتاعته مش معموله، مش انستولد، ما يعرفش يكونكت عليا. ماشي، يعني لازم يكون لاست ابديتد يعني مثلا. يعني ماشي، لو فتحناها يقول لك الويندوز ابديت بتاعته امبورت الكلام اللي انت عامله فوق، الكلام اللي انت عامله فوق ده. ماشي، الريستريكت اكس فور كلاينت دونت هاف افيلابل سكيورتي ابديت انستولد، الكلام ده امبورتنت ولا لو لو اند اباف ولا ايه ولا موديريت؟ يعني ايه يا جماعه؟ يعني الكلام اللي انت عامله فوق ده مهم؟ مدى اهميته ايه؟ مهمه ولا مش مهمه قوي ولا عادي؟ فاهمني؟ مهم قوي يبقى لازم، مهم قوي يعني لازم. تمام، كلمه مجريت يعني مش لازم كل الشروط دي. ماشي، لو يعني حتى لو انت معلم عليه مش لازم كل الشروط دي. الكلام ده للسكيورتي ابديت سكيورتي بس. الكلام ده للسكيورتي بس، السكيورتي ابديتس بس طبعا يعني. ماشي، الويندوز ابديت انت عندك ويندوز ابديت هي الراجل هيكونكت على سايت مثلا مايكروسوفت تجيب منه ويندوز ابديت، ولا انت عندك دبليو سوس؟ هنا الرساله بيقول لك اتاكد ان انت عندك دبليو سوس مثلا. تمام ماشي، احنا الحاجات دي هنعملها دلوقتي ايه؟ لا مش مهم خالص اي حاجه من ده. بص لو كونكت عندي ياخد من دبليو سوس بتاعي في شكل النتورك صح؟ لا المفروض تخلي الدبليو سوس في الريميديشن سيرفر. ما هو الدبليو سوس مش ما ينفعش يكون في مكان غير الريميديشن سيرفر. اقفل دي بقى. صح تعالى. خليك بس الانتي فايروس بس. مش مهم خالص اي حاجه، مش مهم خالص الانتي فايروس.
سناب لسه مش مشتغل. طيب احنا دلوقتي عملنا ايه يا جماعه؟ عملنا كونفيجريشن للريجي سيرفر بتاعنا ماشي. انا دلوقتي عايز اخش على مكنه كلاينت اكس بي. الكونفيجر اللي كده صح ورجلك صح. نعم عملت كونفيجر للبيست او لا الاكس بي الاكس بي كان الاثنين. عايز مدار ريجي سيرفر ولا عايزي؟ مفيش حاجة. طيب لسه الاكس بي معملش. مكان الاكس بي ما عملتش ليه؟ مصطفى نعم؟ بقول لك فاكر تقول ايه؟ معلش احنا لسه احنا لسه ابتدينا نكمل الموضوع اللي عايز ايه؟ طيب نخش على ال نتورك. نتر كونكشن واعمل كونكشن ثانيه. قبل ما نعمل كونكشن بس احنا كنا عاملين بير شركي ولا لا؟ لا انت لغيتها. لغيتها؟ متاكد؟ لازم اتاكد برضه يعني. لكن احنا مش عاملين بير شركي. عارف صراحة عاملين بالشركة ايه؟ الو ريستارت. الو مين؟ لا. طيب نعمل بسرعة لحد ما نخلصه. طيب احنا دلوقتي يا جماعة كنا عملنا ايه؟ كنا عملنا configuration بتاعت الريجستر سيرفر. تمام؟ نجربها. ماشي. قبل بعد configuration بتاعت الريجستر سيرفر يا جماعة لازم اخش على routing and remote access. تمام؟ افتح راوتنج اند ريموت اكسس وافتح اتش ام جي الاثنين ماشي. على راوتنج اند ريموت اكسس باب بروبرتس ليها في تايب الاي بي فيرجن 4 هيقول لي الناس اللي هتكونكت من بره في بي ان هتديهم ستاتيك اي بي ادرس ولا دايناميك من دي اتش سي بي؟ من دي اتش سي بي. يبقى لازم يا جماعه انا احنا زي ما قلنا لو احنا هنديهم دي اتش سي بي يبقى انا لازم اعمل حاجه اسمها ريلي ايجنت ماشي. يعني ايه ريلي ايجنت؟ يعني هدي الدي اتش سي بي هيريلي لناس ثانيه غير الناس الموجوده في الانترنت ماشي. فبقف على ريلي ايجنت واقول له روبرتس واحدد له مين الجهاز اللي عليه الدي اتش سي بي ماشي. الجهاز اللي عليه الدي اتش سي بي عندنا 10 0 0 1 تمام. اتاكد ان الجهاز اللي عليه دي اتش سي بي هو واحد. دي المكنه اللي عليها دي اتش سي بي الاي بي ادرس بتاعها واحد ماشي معايا كده.
لو دخلنا هنا على ال administrative tools هنلاقي دي اتش سي بي اهو ماشي. فعشان الدي اتش سي بي ده يدي للناس اللي بره لازم اعمل حاجه اسمها ريلي ايجنت. اقول للراوتنج اند ريموت سيرفر بتاعي اند ريموت اكسس اقول له فين الدي اتش سي بي بتاعي ماشي. دي اول حاجه. اما بالنسبه للفي بي ان بقى اللي في الفور فرونت احنا قلنا له كونفيجر ادرس اساينمنت بقول له ايه دي اتش سي بي ماشي. طب النتورك بتاعتك مين هياكسس عليها في بي ان؟ الانترنال والانترنال الاكسترنال. في الموضوع بتاعنا طبعا احنا هنحط الانترنال في الموضوع. احنا المفروض هيكون الاكسترنال بس احنا هنحط الانترنال لان المكان اللي احنا هنعملها دلوقتي في بي ان هتبقى ايه مش بره عندنا انترنال ماشي. طيب الاوثنتيكيشن احنا اتكلمنا فيها. الريجستر سيرفر بقى احنا سطبنا ريجستر سيرفر صح. فلازم اقول له ايه استخدم الريجستر سيرفر فور اوثنتيكيشن ماشي. واستخدم الريجستر سيرفر لللوجن اليوزر نيم والباسورد دي يعني عمليه اللوجن. هيقول لي الريجستر سيرفر بتاعك فين. طبعا المفروض ان انا هبقى اقول له اد عليه من الاول واقول له الريجستر سيرفر بتاعي على الجهاز اللي اسمه جي سي ماشي معايا. والبريشير كي زي ما احنا عارفينها اي اس جي صعبه ماشي. بيقول لك دلوقتي allow users message allow use message authenticator يعني اديك رساله اوثنتيكيشن ولا لا مش مهم خالص يعني ماشي. صعبه لازم طالما عملت كونفجريشن ريجستر سيرفر يبقى لازم ايه. فبيقول لك ان انت ايه لازم تعمل ريستارت للراوتنج على الموت اكسس سيرفر عشان الحاجات دي ايه تمام تشتغل معاك. فهروح على الراوتنج على الموت اكسس سيرفر تاني واعمل له ريستارت. ماشي. يبقى كده من البدايه احنا عملنا ايه يا جماعه؟ احنا كده عملنا ايه؟ اول حاجه شغلنا الراوتنج اند ريموت اكسس كفي بي ان تمام. وشغلنا وفي الراوتنج اند ريموت اكسس نرجع للخطوات من اول وجديد كده عشان نشوف احنا عملنا ايه. اول حاجه شغلنا ايه الراوتنج اند ريموت اكسس في بي ان وبعدين دخلنا على السكيورتي قلنا له ايه؟ قلنا له ان هي ريجست اوثنتيكيشن ماشي. في الاي بي فيرجن 4 شغلنا الدي اتش تي بي وفي دي اتش تي بي سيرفر عملنا ايه؟ في الراوتنج على الموت اكسس عملنا ريلي ايجنت ماشي؟ في مشاكل؟ الجهاز اللي هو اللي عليه نعم؟ خلاص لما خلاص على ال ماشي؟ خلاص؟ خلاص اوكي. هنقول اوكي طبعا ماشي؟ بقول لك زر نو اي تي نعم بقول لك زر نو اي تي. انت ممكن تقول له انترفيس معينه هي اللي هيبقى عليها ريلي ايجنت. انت مثلا لو قلت له الانترنال هي ريلي ايجنت هتريلي دي اتش تي بي كم باكت في كم مره باكت سيري شولد يعني عدد مراحل الباكتس يعني ماشي. بس انت مش هتعمل كل ده. انت بس مجرد انت بتقول له الريلي ايجنت بتاعي فين تمام ماشي. يبقى كده حد يقول لي بقى احنا عملنا ايه؟ شغلنا الراوتنج اند ريموت اكسس. ايه يا جماعه طب ما انا قلتها قبل كده. حد يقول بقى عملنا ايه ريموت اكسس واخترنا الاوثنتيكيشن بتاع الراوتنج ريموت اكسس للريجستر سيرفر تمام. وبعدين عملنا اللي هو الدي اتش تي ريلي ايجنت ماشي. ده بالنسبه للراوتنج اند ريموت اكسس سيرفر. وفي الكونفيجر الفي بي ان عملنا له انيبل للفي بي ان وعملنا قلنا له ان انت هتاخد الفي بي ان اليوزر اللي هيكونكت عليه من بره هياخد من الدي اتش تي بي سيرفر بتاعي تمام ماشي. وقلنا له ايه حددنا له قلنا له ايه من ريجستر ماشي. والاكسس نتورك مين اللي هياكسس عليها في بي ان ماشي. الفي بي ان يوزرز عملنا جروب وحطيناه فيها تمام. خلي بالك هنا العمليه دي هنا بقت قدمت ليه؟ لان احنا عملنا ريجيو سيرفر فهو مش هيبص على الايه على اليوزرز اللي في الجروب دي وهيبص على الايه على الريجيو سيرفر على الريجيو سيرفر على الناس اللي احنا خليناهم يخشوا في بي ان من خلال الريجيو سيرفر معايا. هي دي نقطه الاختلاف في الريجيو سيرفر عن ايه عن في بي ان عادي. هيبص على الناس اللي احنا هيبص مش احنا عملناه في الكونفجريشن في الريجيو سيرفر قلنا له اي حد في ممبر في الدومين ادمن يكونكت في بي ان ماشي خلاص. يبقى هو ايه عمل لك دي دامج دي خلاص مش شغاله. بيقول لك ايه ذا ريجيو سيرفر كنترول ذا اوثنتيكيشن. الريجيو سيرفر هو اللي هيقوم بعمليه الاوثنتيكيشن دي يعني خلاص ده ما عادش ليها ايميل ماشي. في الجنرال كام واحد هيخش في بي ان؟ هاتنا بروتوكول ايه؟ البابنج احنا قلنا خلاص ايه ايه موضوع البابنج ده؟ ماشي؟ فبالتالي هروح للكلاينت عندي مش مهم هطلع المكنه الاكس بي وابتدي اعمل استبلش الفي بي ان بتاعتي
الراوتنج النوت اكس سيرفر يا جماعه موجود على جهاز ايه؟ طبعا هنا اي اسم، مش مهاش اي مهاش اي, مهاش أي مشاكل. الراوتنج النوت اكس سيرفر موجود على 10.0.0.2 2 يا راجل. الراوتنج النوت اكس 2 اتاكد موجود على المنبر 2 هنا. الراوتنج النوت اكس منبر 2 ماشي. نكست. مش مهم مين اللي هيستخدم الكونكشن ده، اي حد ولا انا لوحدي؟ مش تفرق خالص معاك يعني، مش تفرق خالص. والباسورد بتاعتك قول له كونكت. قال لك ايفريفاي يوزر نيو اند باسورد، كاتب حاجه غلط، كاتب يوزر نيو اند باسورد غلط. شوف هو قال هو شايف ان اليوزر نيم او الباسورد بتاعتك فيها مشاكل. مش مهم دلوقتي، مش مهم. نعمل بس ريستارت للراوتنج اند روت اكسس. ليه؟ لا لا لا. غريبة أو إن هو شايف إن الباسورد غلط. ماشي. نكست. فيبيان. فيبيان. في حاجة. 10 10 0 0 2 10 0 0 2 لا مظبوط. الأي بي أدرس. مش هو على المنبر؟ تمام. نعم. عمليه لحظه بس عشان بس على التليفون وبعدين نكمل. نكمل الموضوع يا جماعه. احنا دلوقتي قلنا هنخش على مكنه اكس بي وهنعمل كونكشن ماشي، هنكتب فيه اليوزر نيم والباسورد بتاعتنا اليوزر اوثنتيكيتد وهنكونكت في بي ان ماشي. هتسالني في ايه اللي هي ما كانش عايز يخش، مجرد بس ان انا والله مفيش اي حاجه خالص، عملت ريستارت الراوتنج على نوت اكسس يعني، اكتر من كده يعني. طيب ده بالنسبه لموضوع الراوتنج على نوت اكسس في الفاير وول. احنا كده خلصنا موضوع الفي بي ان يا جماعه. في مشكله؟ في مشكله موضوع الفي بي ان؟ هقول لك بكره. طيب هنخش دلوقتي يا جماعه على الايميل بوليسي. ايه هو الايميل بوليسي ده؟ نركز شويه يا جماعه عشان احنا دلوقتي النهارده ان شاء الله هنخش الايميل بوليسي والبابلشنج وخلاص على كده يعني ماشي. لو فيكم حل مثلا نكمل، ممكن نكمل باقي المواضيع بتاعت الفاير وول يعني. طيب ماشي يا سيدي. الله اعلم حسب التسجيل. بص يا سيدي دلوقتي في 2000 في 2004 كان في الاي اس اي كان عندنا حاجه اسمها مسج رينر ماشي، ما اعرفش حد سمعنا ولا لا. المسج سكرينر دي كانت بتعمل فلترنج للايميلز اللي بتجيلي اذا كان فيها سبامز ولا لا ماشي. في ال 2000 في التي ام جي عملوا لي حاجه اسمها ايميل بوليسي. الايميل بوليسي دي مش هتفرقها ابدا يعني عن الايدج ميل سيرفر ماشي. يعني احنا ان شاء الله لما نخش على الاكستشينج هنلاقي ان احنا رول اسمها ايدج ميل سيرفر، والايدج ميل سيرفر دي تقريبا هي نفس الايميل بوليسي يعني 2-1. انت ممكن تشغل الايميل بوليسي وتشغل ايدج ميل سيرفر وبعدين تحط وراهم الاكستشينج سيرفر، يعني بقى الاكستشينج سيرفر تالت حاجه ماشي. نيجي نبص كده الاول على الكونفجر الميل بوليسي. اول حاجه بيسالك بيقول لك الانترنال ميل سيرفر فين ماشي. قول الانترنال ميل سيرفر بتاعي على المكنه اللي اسمها ايه؟ تيتو ماشي. دي المكنه اللي عليها الميل سيرفر بتاعنا. مشاكل؟ اوكي. نكست. اسف بعد كده يقول لك عندك اكسبتد اثوريتيف دومين.
الدومين اللي بيبع بيه الاكستشينج. اما نخش على الاكستشينج ان شاء الله هنلاقي ان احنا الاكستشينج ممكن يكون مثلا متسطب على مكنه الدومين بتاعها ابل دوت كوم مثلا زي ما احنا شايفين هنا، لكن هو اوثوريتيف لدومين تاني خالص، يعني بيبعت اوثوريتيف يعني مصرح ان هو، لكن مثلا بيبعت الدومين اسمه مثلا تيست دوت كوم مثلا، ماشي. فعشان كده انت لازم تحدد له الدومين الاكستشينج بيبع بيه ايميلات، اللي هو مثلا اللي هو في المثال بتاعنا ابل دوت كوم، ماشي. صعبة؟ ماشي. بيقول لك دلوقتي هو الانترنال ليسنر بتاعك، يعني مين اللي هيسمع؟ مين الناس الانترنال اللي عندك؟ انا عندي ناس الانترنال واللوكال هوست. طب مين الاكسترنال عندك؟ الانترفيس الاكسترنال. طب الفول كولفايد دومين نيم او الاي بي ادرس بتاع الاكسترنال ايه؟ ماشي؟ بتاع الاكسترنال نعرف بس الاي بي ادرس بتاع الاكسترنال ايه يا جماعه؟ ان هو الوان 192.168.14.199، ماشي. 199 الكارت الاكسترنال بتاع تي ام جي طبعا، ماشي ماشي. هتنيبل الايه؟ الانتي فايروس والانتي سبام، ماشي. ولا وعايز تشغل كمان الايدج، ولا عايز تشغل كمان الايدج اكت الايدج سينك ترافيك. الايدج سينك دي ان شاء الله نشوف الاكسترنال نفسه، ماشي. فاحنا النهارده ان شاء الله هنشغل الانتايز بام وهنشغل الانتي فايروس، ماشي. بيقول لك الفور فرونت هتريسيف الاس ام تي بي ترافيك بتاعتك وتعمل عليه انتايز بام ابلاي، ماشي. احنا كده خلصنا كشكل مبدئي. خلينا الاي اس اي بتاعتنا او تي ام جي اسف تشوف فين الاكستشينج سيرفر بتاعك، ماشي. طيب عمل ايه بقى السبامنج بتاعتها؟ الفلترنج هنلاقي 9 كايند اوف فلترنج، ماشي، 9 انواع. اول حاجه الاي بي الاو ليست. خلي بالك لو انت عندك ايدج سيرفر، ايدج اكستشينج سيرفر، هتلاقي التسعه دول هم نفس التسعه بالظبط، مفيش اي فرق، مفيش اي فرق في اي اوبشن، مفيش اي اوبشن زياده ولا اوبشن ناقص، ماشي. لو انا برسمت مثلا بوب، ما خش الاكستشينج ده مانجد في حته ثانيه، البولس دي هتشتغل مانجد في حته ثانيه في ايه؟ يعني ايه مانجد في حته ثانيه؟ امال انت هتببلش ازاي وهو مانجد في حته ثانيه؟ انت اصلا هت في سايت، يعني في سايت ثاني؟ في سايت هتحط الفاير وول هناك، مش هتحطه هنا. انت بتحط الفاير احنا بنعمل الكلام ده كله الانتايز بام والكلام ده كله عايز ان احنا هنببلش الاكستشينج ميل سيرفر من نفس السايت. ما ينفعش تعمل الكلام ده كله وانت في سايت تاني. انت بتقول هو هنا بيسالك عشان انت كونكت اصلا بالميل بوكس بالايميل بوليسي، بيقول لك مين هو الانترنال بتاعك؟ الاكسنج من سيرفر موجود في الانترنال. طب الانترنال اي بي ادرس بتاعه ايه؟ يبقى ازاي هيكون موجود في سايت تاني؟ معايا؟ مفيش حاجه اسمها يكون موجود تاني. الاي بي الاو ليست دي هتعملها انيبل ولا ديسيبل؟ يعني ايه اي بي الاو ليست؟ يعني دلوقتي انت مش عايز تفلتر مين؟ هقول لك يعني ايه مش عايز تفلتر مين. يعني دلوقتي يا جماعه عندي يعني كل الناس اللي هتحط هنا دي قال، ماشي. طب ما انا ممكن ممكن ما احطش اي واحد، ما احطش اي حد خالص، كل الناس مش هت يبقى كله هيتفلتر، صح؟ كله هيتفلتر، بس هي الفكره في كده، كله هيتفلتر. انا دلوقتي بس خلي بالك هنا بالاي بي ادرس، هنا الفلتريشن بالاي بي ادرس مش بالايميل. يعني ايه؟ يعني انا ممكن اقول له مثلا الاي بي ادرس مثلا بتاع الشخص كذا ده ما تفلتروش، دخله لي على طول، اعمل لي الاو. انا واثق فيه، صح؟ يعني ده كده ايميل تراستد. طب انا بعرف منين بقى الاي بي ادرس؟ واحد بعت لي ايميل ادرس، هعرف منين الاي بي ادرس؟ هعرف منين الاي بي ادرس بتاعه؟ اتصل بيه يا شباب. شوف امك في الريسيبيانت بتاع او بيبقى محطوط تحت كده في الهيدر بتاع الايميل. انا بشوف الميل سيرفر بتاع الميل سيرفر اللي هو بعت لي الرساله، مش الميل اكاونت. فبنج على الميل سيرفر واعرف الاي بي ادرس بتاعه ايه واحطه هنا. بنج على الميل سيرفر عشان اعرف الاي بي ادرس بتاعه ايه، ماشي. واحط يعني مثلا نفترض مثلا 4 وحاجه، يا ترى هو بيقول لك هات اند حاجه؟ لا انت مش لازم من ستارت الاند، لا هو ممكن يكون اي بي ادرس واحد بس. معايا؟ صعب كده؟ مفيش اي مشاكل. الاي بي الاو، ماشي. طب الاي بي بلوك، اعمل لي بلوك للاي بي ادرس ده، ماشي. ما تستلمش منه اي حاجه، مثلا نفترض مثلا هو 4 وحاجه، ده الاي بي ادرس ده ما تستلمش منه اي حاجه خالص. ممكن يكون الاي بي ادرس ده وراه
طبعا الاي بي ادرس ده مجموع وراه ميل سيرفر صح. الميل سيرفر ده فيه مجموعه كبير قوي من الريسيبيانت انا ما اعرفهمش كلهم، فهو كده هيبلوك كل الريسيبيانت اللي من ايه اللي خارجه من الاي ميل سيرفر ده ماشي. عشان كده انا بعمل فلتريشن بالاي بي ادرس ماشي. طيب ليه بقى؟ انا ممكن دلوقتي يا جماعه اوضح لك عمليه الفلتريشن دي اكتر. الاي بي ادرس ممكن يكون عندي ميل سيرفر واحد لكن اوثوريتيف لاكتر من دومين. يعني ايه اوثوريتيف لاكتر؟ لما اخش في الاكسشينج جماعه يعني ايه اوثوريتيف يا جماعه؟ بس هو دلوقتي يمكن الميل سيرفر بتاعي بيبعت مثلا باسم مثلا تيست دوت لوكال، تيست دوت كوم، تيست 1 دوت كوم، تيست 2 دوت كوم، تيست 3 دوت كوم، تيست 4 دوت كوم. فهي ليه ايه اكتر من دومين بيبعت بيه ماشي. يعني احمد ات تيست دوت كوم، احمد ات تيست 2 دوت كوم، احمد ات اي اس جي دوت كوم وهكذا. انا لما بقفل الاي بي كل دول واقفين بالظبط، كل دول تحت اي بي ادرس واحد ماشي. فانا عشان كده بعمل فلتريشن باي بي ادرس، ما بعملش فلتريشن دومين. لا انا بس اي بي ادرس تحت الاي بي ده يا مصطفى، ميل سيرفر تحت الاي بي ادرس ده. لا فيش استثناء، فيش استثناء. اه ده تحت اي بي واحد على اساس ان هو معمول لهم مثلا. عرفتك شويه بقول لك تحت اي بي واحد على اساس ان هم معمول لهم مثلا الياس نيم ولا لا مش الياس نيم، ولا عشان خاطر خارجين من سورس واحد اللي هو ايزا او تي ام جي. خارجين من ميل سيرفر واحد مش خارجين من ميل سيرفر واحد. ممكن يكون ميل سيرفر واحد بيريلي اكتر او بي هو اوثوريتيف اسف لاكتر من دومين. يعني مثلا زي ما قلت لك بيبعت مثلا واحد مثلا عنده الايميل ادرس في الميل سيرفر ده مثلا احمد تيست دوت كوم، وواحد تاني اسمه مثلا اي تي ات تيست 3 دوت كوم، واحد اسمه اي تي ات اي سي دي دوت كوم. كل دول من ميل سيرفر واحد بس. الميل سيرفر واحد ده ليه اي بي ادرس واحد، فانا من خلال الاي بي ادرس ده بتاع الميل سيرفر ده هبلوك ايه اي ريسيبيانت هيجيني من الميل سيرفر ده بالظبط. هنا العمليه في الاي بي بلوك ليست ادفانسد شويه، بيقول لك ايه انت هتعمله بلوك على طول ولا لفتره معينه. انت ممكن تعمل بلوك للناس دي الاي بي ادرس ده لفتره معينه بس، وبعدين ايه هتفتحها تاني ماشي. طيب الاي بي الاو ليست بروفايدر. طب مين هو البروفايدر اللي انا استقبل منه ايميلات؟ بروفايدر انترنت بروفايدر يعني ماشي. هل يا ترى في انترنت بروفايدر معين انت عايز تستلم من خلاله ايميلات واي حد؟ لا يعني مثلا عايز تستسي داتا والراجل بتاع لينك ما تستلمش منه يعني واحد يعني انا الانترنت بروفايدر بتاعي مثلا سي داتا مثلا شركه مثلا ثاني انترنت بروفايدر بتاع لينك، لا ما تستلمش من اي حد الانترنت بروفايدر بتاع لينك. طبعا ما حدش عمره بيفلتر بالانترنت بروفايدر، لكن هقول لك ازاي. انت دلوقتي البروفايدر نيم مثلا سي داتا، طبعا النيم مش مهم، انت اهم حاجه اللوك اب دومين، الدومين بتاعه اسمه ايه؟ اسمه سي داتا دوت نت دوت اي جي ماشي. فالاسم نفسه ده مش هتفرق معاك، انت هيفرق معاك اللوك اب دومين يعني الدومين بتاعه اسمه ايه ماشي. طيب طبعا انيبل ده طبعا ما انا هدخل اعمل لو لسه ليه في الحته اللي دي بقى بيقول لك ايه هتماتش اي ماسك ولا ماسك معين. يعني ايه اي ماسك ولا ماسك معين؟ يعني ممكن الدومين سي داتا ده ليه اكتر من ماسك تمام. انا هقفل مثلا او هقلاو ماسك معين ماشي. خلي بالك احنا هنا في الالاو بروفايدر، يعني انا الاو بروفايدر ده الالاو بروفايدر ده ماشي. تعرف الماسك بتاع داتا منين؟ اعمل ان اس لوك اب هتطلع لك الاسم بالماسك ماشي. او انت ولا انت عايز تقلاو اي ماسك؟ اي ماسك دي يعني اربعة اصفار طبعا يعني كده اي ماسك تمام. طيب انت هتماتش اي بي ادرس معين من البروفايدر ده ولا كل اي بي ادرسز؟ يعني مثلا انا عايز الاو من سي داتا اي بي ادرس واحد من الدومين بتاعها، انت لو عملت ان اس لوك برضه هيطلع لك الاي بي ادرس كلها بتاعه سي داتا الدومين ده. انت عايز اي بي ادرس واحد معين بس. ما هو نفترض مثلا 3 من 4 2 مثلا فاهمني. خلي بالك دي حاجه ودي حاجه ثانيه خالص، يعني دي مالهاش علاقه بالايه بالماتش اي بي ادرس. الماتش اي بي ادرس دي حاجه والماسك دي حاجه ثانيه خالص ماشي. يعني ده اوبشن لوحده وده اوبشن لوحده ماشي. اما في الماسك دي انا الماسك دي انت ممكن تقول له اي حد من الماسك ده بس، لا اي حد تاني لا كده ده اي ماسك كده اي ماسك كده اي ماسك واربع اصفار اي ماسك، او انت بتحدد له ماسك معين مثلا تمام تقول له اوكي ماشي. خلي بالك وانت كتبت الماسك غلط مش هيفهم مش هيقبله. انت مثلا لو استنى مثلا في الماسك هنا مثلا 4 5 56 مثلا، لا معلش اللي هو هنا كده
تقريبا الماسك ده عمره ما يقع. مفيش ماسك اسمه 56 يعني. اسمع كده اي بي ادرس مثلا، فبالتالي كده العمليه دي مش هيبقى ليها اي قيمه خالص اللي انت عملته ده، لان اصلا ده مش ماسك. في الايدج لو انت عندك اكستنج من سيرفر في دي ما بيمشيهالكش كده، ما بيمشيهاش والسلام يعني. هنا انا شايفه ماشيه والسلام، لكن في دي في لو انت عندك ايدج من سيرفر لا لازم يكون الماسك صح. لا لازم تكون انت كاتب ماسك فعلا، مش يعني انت كده المفروض برضه يقول لك ايرور. مستغرب بصراحه من ال ام جي في الحاله دي. نعم لا اصل في الايدج سيرفر لو انت كتبت له اي ماسك غلط لا ما يقبلش الحوار ده يعني. بس ما علينا. طيب هندسكارد طبعا الموضوع ده. طيب الاي بي بلوك ليست، لو انا هقفل انترنت بروفايدر معين ماشي، لو انا هقفل مين انترنت، خلي بالك عشان في تابس زياده في البلوك ليست تملي، بيبقى في تابس زياده عن اللو ليست ماشي. البلوك ليست نفس الكلام، هقفل مثلا زي لينك الدومين بتاعها كذا، ما اعرفش الدومين بتاع جي لينك ايه بصراحه، بس ما علينا. مثلا لينك دوت نت ماشي. الايرور مسج بتاعتك ايه بقى ماشي؟ يعني انت لما هتبلوك الاي بي ادرس ده، الراجل اللي هو كان بيحاول يبعت لي يجي له مسج ايه؟ الديفولت ايرور مسج يعني هيقول له ان هو مش ده الديفولت المفروض، يعني يقول لك ان هو مش قادر يوصل للايه؟ للميل سيرفر، الميل سيرفر بتاعك ماشي، يعني مش قادر يوصل للميل سيرفر بتاعي ماشي. ده ديفولت مسج. اما الكاستم مسج انت ممكن تكتب له اي مسج، تقول له مثلا بليز دونت سند اي مسج اجين مثلا، فهتجي له رساله كده ماشي. دي ادفانسد اوبشن يعني، حاجات لذيذه مش الاكسبشن. لو انت عايز تاكسبت اي بي ادرس، لو انت عايز تاكسبت ايميل معين البلوك ليست، يعني انت مثلا اي حد يبعت لي ما عدا الايميل ادرس ده، اي حد قصدي ما يبعتليش غير ما عدا الايميل ادرس ده. ده هنا بالايميل اهو، ده بالايميل اكسبشن ايميل معين هو اللي يبعت من شركه لينكدين. اهم حاجه بقى الخمسه دول، الاربعه دول ما افتكرش ان مش عليهم يعني تركيز كبير. الخمسه دول هم اهم حاجه يعني. ماشي. اول حاجه انا هتكلم فيها سندر فلتر. السندر فلتر انا عايز ابلوك سندر معين ماشي، انديفيديوال ايميل ولا دومين. يعني مثلا الراجل مثلا اسمه مثلا الايميل ادرس بتاعه مثلا astg.test.com، الراجل ده ما يبعتليش مثلا يعني السندر ادرس نوت فاليد بليز انتر ا فاليد ايميل ادرس اسف كريبتو دوت معلش اسف معلش ات مثلا test.com معلش خدش بالك ماشي. الايميل ادرس ده ايه؟ انا كده بقوله ايه؟ ايميل ادرس ده فلتره لي ماشي في ستاندر فلتر ماشي، واقول له الدومين ده كمان مثلا دومين مثلا اسمه مثلا astg.com. اقول له فلتر لي الناس اللي داخله عليها من الدومين ده ماشي. يو ستاندر فلتر فيتشر فور ذيس ايميل ادرس ماشي، يو ونت تو بلوك كومبليتلي. لو انت عايز ايه؟ تعمله بلوك، يعني الراجل ده ما يبعتليش، يعني الراجل اي حد في الدومين ده ما ينفعش يبعت لي ايه ايميل، واي والراجل الايميل ادرس بتاعته دي ما ينفعش يبعت لي ايميل برضه. ودي اكتر حاجه بتحتاجها. واحد مثلا يقول لك مثلا انا عندي مثلا اعلانات مثلا بتجيلي مثلا من مثلا يعني من تي داتا دوت نت تي داتا دوت نت اي جي مثلا، اعلان بتجيلي من الايميل ادرس ده تي داتا مثلا اتش ار مثلا اسف تي داتا دوت نت اي جي مثلا، كل شويه تجيلك ايميلات او موقع الاعلانات، او تاخد مثلا موقع الاعلانات ده تروح حاطه في البلوك هنا. شكرا. لا هتجيلك لا في الجانك ولا مش هتجيلك اصلا، مش هتشوفها ماشي، مش هتجيلك او مش هتشوفها. دي هي الاكشن اللي جاي ماشي. ريجكت مسج يعني الراجل اللي بيحاول يبعت لي هتجيله هيقول له ايه؟ هيقول له ان هو مش قادر يوصل للدومين ده، او مش قادر يوصل للميل سيرفر ده ماشي تمام. ستامب يعني طابع بريد، يعني اطبعها لي، يعني اختمها لي، يعني حطها لي في الجانك ماشي. صعبه ماشي. الجنك بتاعنا الجنك بتاع الراجل، لا بتاع الراجل اللي لا الجنك الراجل اللي عندي ما بعت الميل يعني هتوصل عادي ماشي، بس هتوصل في الجنك. صعبه. انا بقول لك لو انت عايز تقول له ريجكت ما توصلش خالص، بس ما توصلش خالص ايه اللي هيحصل؟ هل يا ترى اليوزر اللي عندي هيجي له مسج ان حد؟ لا مش هيجي له. مين اللي هيجي له مسج؟
الراجل اللي كان بيحاول يبعت هيقول ان هو مش قادر ان مش قادر يكونكت على ايه على النت سيرفر ده. وده احسن عشان يبطل يبعت. صعب يا جماعه؟ طيب تندر فلتر. طيب الريسيبيانت فلتر بقى، الريسيبيانت يعني المستلم ماشي، انا ممكن اقول له مثلا الراجل ده ما يستلمش ايه، يعني الراجل عنده مثلا اسم مثلا ايه سي جي دوت مثلا الدومين بتاعنا اسمه مثلا ابل دوت كوم. انا ما اعرفش حكايه دوت معايا معلش. ابل ماشي، يعني الراجل ده ما يستلمش ايميلات. ريسيبيانت يعني مستلم، يعني الراجل ده اللي عندي، الراجل ده عندي فعلا مش الراجل ده مش بره. شوفوا سبتكم من غير السجاير عايشين اهو، لو بطلتوها خلاص برضه هتفضلوا عايشين. نعم ليه؟ حاضر هقف لكم الفيديو. كنتوا بتوع كنتوا بتوع كمل يا جماعه. هاني قول له تشربوا ايه؟ طيب بلوك ريسيبيانت كركديه بقى. كركديه ماشي، ها كركديه. يعني ايه بلوك ريسيبيانت يا جماعه؟ بلوك ريسيبيانت ده يعني الراجل اللي موجود عندي في الاورجنايزيشن بتاعتي اللي هو الايميل ادرس بتاعه acd@apple.com، الراجل ده ما يستلمش ايميلات. الله، طب انا عامل الميل اكونت ليه طالما الراجل ما بيستلمش ايميلات؟ ماشي معايا؟ دلوقتي انا بحط الميل دوت، انا الراجل ده بالفعل عندي في الميل سيرفر اسمه acd@apple.com. الراجل ده ما ينفعش يستلم اي ايميلات ماشي، بس ينفع ايه؟ بس ينفع يبعت ايميلات، يبعت بس ما يستقبلش ماشي. وطبعا بالتالي اي شركات الاعلانات مثلا دي بتبعت لك ايميلات هتلاقي ان انت على طول تيجي على طول الايميلات بتاعتهم كتير قوي ماشي، تيجي تبعت لهم يقول لك ان هو مش قادر يوصل للدومين. ليه؟ لان هو حطك في ريسيبيانت، لان هو حط الايميلات اكونت بتاعت الناس اللي عنده في ريسيبيانت فلتر. معايا؟ يعني لو في حد، يعني الراجل ده اللي هو acd@apple.com ده ينفع يبعت لاي حد، لو جه اي حد يحاول يبعت له يقول له مش قادر يوصل للدومين ده. صعبه؟ دي طبعا فلترنج. نعم؟ طبعا فلتر قوي جدا يعني ماشي؟ طيب نركز شويه بقى يا جماعه في الحته اللي جايه دي، عشان اهم اثنين بالنسبه لي هما الاثنين دول. ستاندر اي دي. ايه هي الستاندر اي دي ده يا جماعه؟ بيقول لك الستاندر اي دي ده ماشي معايا؟ شايف كده انت واقف ماشي؟ لا انا شايف مش مشاكل ماشي. الستاندر اي دي ده لو انا بحاول الميل سيرفر بتاعي تمام، او الاسف الفور فرونت بيحاول يجمع شويه معلومات عن اليوزر ده، يعرف هويه اليوزر ده مين ماشي. الستاندر اي دي ده انهيرتد تو كومبات ايميل دومين، يعني بيعرف مين الدومين بتاعه ماشي، عشان يتاكد ان فيريتي سبوف، يعني يعرف الدومين ده موجود ولا لا، عشان يعرف ان مفيش سبوفر. سبوفر يعني متجسس ماشي، بيحاول يكونكت تو بروفايد انهانس بروتكشن، عشان يزود البروتكشن بتاعتك ماشي. استخدم السندر اي دي تو ايه؟ تو اكزامين، عشان تحدد السندر بروبوتد ريزونبل ادرس، يعني عشان تعرف مين هو الايه؟ الاي بي ادرس بتاع مين؟ بتاع السندر ده. يعني كده بجمع المعلومات عن ايه؟ الاي بي ادرس بتاع السندر ده كويس؟ بحيث ان لو في اي حد تاني حاول يبعت لي بنفس الايميل ادرس ماشي؟ انت فاهمني؟ باسف بنفس الايميل ادرس لكن باي بي مختلف، يبقى كده الاي دي مختلف. طبعا؟ فبالتالي ايه هيتمنها ان الراجل ده كده بقى ايه؟ بقى سبوفر. هقول لك يا سيدي، في عمليه سبوفنج مشهوره قوي، دي مشهوره جدا، ما اعرفش انت سمعتها عشانها ازاي. واحد مثلا الايميل ادرس مثلا بتاع اسمه احمد@apple.com ماشي، او احمد@test.com ماشي. الراجل ده بعت لي ايميل، الراجل ده انا عارفه فعلا، الاقي بعد كده واحد احمد@test.com بعت تاني، اكلم الراجل اقول له انت بعت لي ايميل، يقول لي لا، امال مين اللي بعت لي؟ الراجل ده ايه ده؟ العمليه دي حصلت ازاي؟ عمليه سبوفر، شاف الايميل اكونت بتاعك وابتدى ايه؟ يبعت من خلاله تمام؟ فدي عمليه ايه؟ سبوفنج تمام؟ ساعتها بقى انا بعمل ايه بقى؟ انا بقول لك هنا انت، ما انا بقول لك انت بتعمل ايه هنا؟ انت خلاص كده عرفت الاي دي بتاعك، اول ايميل ادرس اتبعت لك من احمد اتس بقى هو ده الايه؟ بقى الاي دي بتاعه تمام؟ فبالتالي لو حد بعت لي من اي شخص اي ايميل تاني او من اي ادرس تاني اسف مش هي مش هيقدر. طب واحد يقول لي مثلا كده ايه؟ نركز شويه.
طب الراجل مثلا قاعد في الشركه وبعت لي ايميل، طب هو مثلا هيروح في بيتهم يبعت لي ايميل، هو الادرس كده هيتغير يا جماعه، الاي بي ادرس كده هيتغير؟ الاي بي لا طبعا مش هيتغير، مش هيتغير عشان الميل سيرفر اللي بيبعت مش الكلاين، هو بيبعت على الميل سيرفر الميل سيرفر مش عارف بيتقال لي. طيب الاكشن بقى اللي يا جماعه يريجكت المسج، يعني يمنع، يعني الراجل يعني ايه ريجكت المسج؟ يعني الراجل السبوفر ده هيجي ان هو مش قادر يوصل للدومين ماشي، ولا يديليت المسج، يعني المسج بتاعته تتدلت، تجي لي بس تتدلت، تتحط في ديليت ايتمز يعني ماشي، ولا تجي لي في الجنك؟ لا تتدلت في الجنك. نعم. طيب حاجه بقى لذيذه قوي اسمها سندر، طبعا الديفولت هي ريجكت يعني ماشي، بس انت عايز تغير لاي حاجه ثانيه انت فاهمه مفيش اي مشاكل يعني ماشي. سندر ريبوتيشن، ريبوتيشن يا جماعه يعني شهره او معرفه ماشي. ايه هي الريبوتيشن ده يا جماعه؟ الريبوتيشن ده انا بستخدمه عشان بعمل ايه يا سيدي؟ بكولكت او بجمع شويه معلومات عن الايه، عن الايميل مسج اللي بيجي لي اللي انا بستلمه ماشي. نيجي نقرا كده حتى الديسكريبشن بيقول لك ايه، بيكولكت الانفيشن اباوت الايميل مسج ريسيفد ماشي فروم انديفيديوال اند دومين، يعني من الشخص ده والدومين كذا ماشي. لو السندر appear to be the source of junk email, the sender address is added to the list blocked IP address. يعني لو الراجل ده junk email يبقى هحطه لي في ايه؟ في البلوك ليست ماشي؟ كويس كده يا جماعه؟ طبعا انا عارف ان محدد دلوقتي فاهم حاجه. لسه هقول ماشي؟ الكلام ده هيوضح في التاب ده. ماشي؟ ازاي بعرف الشهره؟ ازاي الراجل ده بعرفه اذا كان احطه في الجنك ولا ما احطوش في الجنك، ولو هو في الجنك احطه في البلوك ليست ولا لا؟ ازاي بعرف؟ بعرفه من خلال حاجه اسمها السندر كونفيدنس. كونفيدنس يعني ايه يا جماعه؟ الثقه ماشي. الثقه يعني انا بثق في السندر بتاعي، انا بثق في السندر من خلال يا جماعه تيستنج، عمليه تيستنج اسمها اوبن بروكسي تيست. طيب التيم جي فيها تول اسمها اوبن بروكسي تيست. اوبن بروكسي تيست ده بيعمل ايه سيدي؟ شكرا يا باشا. معايا؟ الاوبن بروكسي تيست ده التي ام جي بتحاول تكونكت على السندر، الراجل اللي بعت لي ايميل ادرس، خلي بالك دي مختلفه عن السندر اي دي ماشي؟ التي ام جي بتعمل هنا ايه؟ بتحاول تكونكت على الراجل اللي بعت لي المسج وتعرف الاي بي ادرس بتاعه ايه. ماشي خلي بالك في الثانيه في السندر اي دي بيعرف الاي بي ادرس ماشي، بيشوف الاي بي ادرس بس وبحط عشان بحيث لو في حد بعت لي من باي بي ادرس مختلف ما يتحط في البلوك ليست او ريجكت المسج يعني ماشي. اما هنا انا بكونكت عليه بشوف الاي بي ادرس بتاعه ايه واعرف الاس ام تي بي بتاعته مين. خلي بالك هناك ما اشوفش الاس ام تي بي، لكن هنا بشوف له ايه الاس ام تي بي، يعني السيمبل ميل ترانسفير بروتوكول، بشوف له ايه هو باعت باستخدام بروتوكول ايه ماشي. طب لحد دلوقتي يا جماعه طيب، وحط الانفورميشن دي في بروكسي بورت. يعني ايه في بروكسي بورت؟ بروكسي ده يا جماعه عباره عن سيرفر بيجمع مجموعه ايه انفورميشن وبتتحط في بورت معين ماشي. بروكسي بورت بحط المعلومات دي في ايه؟ في بروكسي بورت، بحيث لو الراجل ده غير الاس ام تي بي بورت بتاعته مثلا يبقى هو كده غير في الانفورميشن ماشي. فاذا كده شهرته ايه؟ اصبح كده ايه يا جماعه؟ اصبح الراجل ده يتحط في الجنك ميل، وفي الجنك ميل لما يتحط في الجنك ميل هيحطه لي، لو انا عامل انيبل للريبوتيشن دي فهيحطه لي فين يا جماعه؟ هيحطه لي في البلوك ليست كمان ماشي. حد فهم حاجه يا جماعه؟ فهمت حاجه؟ فهمت حاجه؟ فهمت يعني اوبن بروكس ليست؟ طيب الاوبن بروكس ليست دي يا جماعه بتعتمد على اس ار ال ماشي. اس ار ال دي اللي هي السبام ريبوتيشن ليفل ماشي. السبام ريبوتيشن ليفل دي عباره عن ايه يا جماعه؟ انا هجمع قد ايه من المعلومات ماشي، هجمع مثلا معلومات عن الاي بي ادرس بتاعه بس، ولا اجمع معلومات على الاي بي ادرس الاس ام تي بي، ولا اجمع معلومات على الاي بي ادرس الاس ام تي بي وبيستخدم بروتوكول ايه وكان وعمل كام هب يعني كام نط لحد ما يجي لي والكلام ده يعني ماشي. فالعمليه هنا اسمها انتاي سبام ماشي. يعني ايه انتاي سبام؟ يعني اليوزر ده مثلا بعت لي ايميل ادرس
بعت لي ايميل مثلا من خلال مثلا 5 هابس، يعني عدى على 5 راوترات لحد ما اجي لي. تمام ماشي. راح بعد كده راح في بيتهم مثلا، بعت لي ايميل ادرس لايه؟ لنفس الشخص بتاعي في نفس الاورجنايزيشن. فطبعا هيعدي على ايه؟ اكتر من هاب، هيعدي مثلا على 6 مثلا او اقل مثلا او 3. فبالتالي اصبح كده ايه؟ الانفورميشن بتاعته ايه؟ بقت انتراستد، بقى المايته كده بقت ايه؟ مش موثوق فيه. يعني الراجل يا اما اسبام او اما ايه؟ يا اما هو فعلا بالفعل سبام، يا اما هو الراجل العادي يعني بيكونكت من بيتهم، مفيش مشاكل يعني ماشي. فدي عمليه، ده ايه؟ عمليه اجريسيف انفورميشن. يعني ايه اجريسيف انفورميشن؟ يعني انت كل ما هتزود في ان الريبوتيشن بتاعك، كل ما هتخلي الانفورميشن الماكسيمم، كل ما هتزود في الماكسيمم دي، كل ما الايه؟ الانفورميشن هتبقى ايه؟ اجريسيف. يعني ايه اجريسيف؟ يعني شديده الهجمه يعني. ماشي. يعني الراجل ده مثلا بعت من المكان ده، خلاص ما بعتش من اي مكان تاني. لو بعت من اي مكان تاني لا، يبقى الراجل ده خلاص كده هيتحط لي في البلوك ليست. ماشي. فعشان كده لو قرينا هنا المكان الحوار ده بيقول لك ايه؟ if you configure all filter to their most aggressive level، لو انت زودت في الليفل بتاعك تمام، حتى ممكن يكون الراجل ده مش سبام ولا حاجه، لكن هيتحط لك في البلوك سبام لو بعت مكان تاني. ماشي. مع انه بعت مكان تاني بس السيرفر بتاعي هو اللي متاكد ان هو بس بعت مكان تاني. هو فاهم، بعت نفس السيرفر لكن بعت مكان تاني، عدى على اكتر من هاب لحد ما وصل المين سيرفر بتاعي. والمين سيرفر وصل، مش مهم المين سيرفر وصل في كام هاب، لكن عد الاكونت بتاعه راح للسيرفر في قد ايه. والسيرفر ما دي عامل لك كونكت انفورميشن، شو بيقول لك ان هو بيكونكت على الميل سيرفر بتاعك. هو تمام بيعرف السورس لغايه ما هو بعت، الميل سيرفر لحد ما بعت بالظبط. ماشي كده، بيقول لك دي عامل لك كونكت انفورميشن بالظبط. ماشي. طيب اخر حاجه بقى، على فكره اهم حاجه في دول السندر فلتر والريسيبيان فلتر والسندر اي دي. ماشي. انا ما بقتنعش بالروتيشن دي خالص يعني. ماشي. الكونتنت فلتر، ايه الكونتنت فلتر دي؟ لو انا عايز افلتر حاجه معينه، عايز لو مثلا حد مثلا بعت لي ايميل بورد معينه فيها كلمه معينه، حطها لي في البلوك ليست ما تبعتهاليش مثلا. تمام. لو دخلنا مثلا على الكاستم وورد، ممكن اقول له مثلا الاو مسج كونتينز ذس وورد، يعني اي مسج فيها الورد دي ما تعملهاش فلتر. قال لا خلي بالك النقطه هنا اكبر، ما تعملهاش فلتر اصلا، ما تفلترهاش. ماشي. يعني ايه ما تعملهاش فلتر؟ اي مسج طبيعي بتعدي على الفلتريشن دي كلها اللي عندي. تمام. لكن لو في مسج فيها الورد دي ما تفلترهاليش، ما مالكش دعوه بيها، لا تحطها في بلوك ليست ولا تجمع عليها ريبوتيشن سندر ولا سندر اي دي ولا حاجه من دي خالص، مالكش دعوه بيها. عباره عن ايه بقى الورد؟ اي ورد، كلمه ورد يعني كلمه، اي كلمه. ايوه عباره عن مثلا هلو مثلا. لو في حد في رساله هلو خلاص ده عدي مثلا. ماشي. اللي مش هيعديه هيبلوك مسج تاني واحده دي لو فيها الكلمه دي. ماشي. بس خلي بالك هنا في البلوك مسج في عمليه مش مختلفه شويه، بيقول لك ايه؟ كونتين ذيس وورد اوف اور فاس، يعني يعني فيها اي وورد من اللي انت هتكتبها هنا. ماشي. حلو كده. ماشي معايا؟ مش معايا. يعني لو المسج فيها اي كلمه مثلا، فيها كلمه مثلا بعت لك يمين مثلا، بعت لك في كلمه هاي مثلا سيكس مثلا، او كلمه مثلا سكس، فيها كلمه سكس، اي ميل بيحتوي على كلمه سكس يبقى ايه؟ ما يجيليش. بس يستقبله نعم وورد او رقم سكس دي لا الكلمه دي وورد. فارس يعني مرحله، فارس يعني مرحله، يعني رقم برضه. ماشي. يعني اثنين مثلا. ماشي. طيب فهو بيقول لك هنا ايه؟ بلوك مسج كونتيننج ماشي ذيس ووردز، الكلمات دي ماشي، اور فارسز. ماشي. المسج كونتيننج ورثز اور فارسز ليستد اباف ويل نوت بي بلوكد، يعني المسج اللي هنا مش هتعملها بلوك، لكن الكلام اللي هنا مش هتعمله بلوك، لكن الكلام اللي هنا هتعمله بلوك. ماشي. في هنا اكسبشن. نعم. يعني استنى احط حاجه فوق. لا لو انت متفلتره مربول لك انا قلت لك الفرق، لو انت حطيت ولا ما حطيتش. لو انت ما حطيتش يبقى اي حاجه هتتفلتر. احمد لو انت حطيت يبقى الراجل ده ما ايه؟ انت فهمت اللي بدك كله وجينا على الهيكل نفس الصدر. والله العظيم كلام لذيذ. ماشي. لا على فكره بس حلو. شكرا يا باشا. شكرا. الفرق بين انا احط وورد هنا او ما احطش يا جماعه، ان انا هنا ايه؟ هفلتر ولا مش هفلتر؟ هعمل عمليه فلتريشن ولا مش هعمل؟ ماشي. لو انا ما حطيتش باي كلام او اي مسج هتتفلتر،
ماشي. لكن لو انا حطيت كلمه مثلا كلمه مثلا هاي مثلا في اي مسج فيها هاي ماشي ما يفرقش على طول عديها ماشي سهل. طيب الاكسبشن فلتر لي اي مسج ما عدا المسج اللي من الايميل كذا. يعني لو المسج جات لي مثلا من اي اس جي مثلا دوت تيست مثلا انا ما اعرفش احكي دوت ماينر اك تيست مثلا دوت كوم ماشي. ممكن يكون اسد دوت تيست دوت كوم دي فيها كلمه سكس بس ما تفلترها ليش ماشي. صعبه دي عملت الاكسبشن ماشي. طب الاس سي ال ثاني الاس سي ال دي يا جماعه عباره عن ايه؟ احنا قلنا الاس سي ال دي كان اختصار لايه؟ سبام كونفيدنس ليفل، يعني مدى الثقه في السبام ماشي. هنا عمليه الريتنج بقى. ايه هي الريتنج دي؟ ريتنج يعني ايه؟ تصنيف. طيب اول تصنيف بيقول لك ايه؟ انت هتدلت لي المسج ماشي لو الريت فيها اقل من كده او اعلى من كده. عمليه الريت دي مش بتاعتنا على العموم ماشي. الكلام ده ليه؟ يا نهار اسود عليكم. بص يا سيدي قبل ما اقول لك بتاعت مين، يقول لك اذا كنت انت فلتر اكتس يعني محتوى الرساله بيتمثل ايه؟ اكتس اون مسجز جوه الرساله طبعا محتوى الرساله ماشي اكوردنج تو ايه؟ زير سبام كونفدنس ليفل. انا بثق في السبام ده ولا انا بثق في محتوى الرساله ولا بثقش فيها؟ تمام؟ بثق في محتوى الرساله ولا بثقش فيها دي عباره عن ليفل معين. يعني ايه؟ يعني مثلا الاس سي ال دي يا جماعه لو انا عملت لها انيبل ماشي تمام. انا بس في الرساله لحد كذا بس انا حتى ان شاء الله انا لسه ما قلتش حاجه. اه لا لا دي بص يا سيدي لو انا دلوقتي قلت له مثلا هنا الورد دي في كلمه سكس مثلا انا هشيل دي مش ماشي ماشي. فهنا هيعمل لها ايه؟ بلوك كويس. فهنا اقول له عمليه الريتنج بقى يعمل ايه؟ يدلت المسج ولا ريجكت ولا يحط كارنتاين مسج. كارنتاين مسج هيحطها في الجنك ماشي. طيب يدلت ولا يمنعها ده قايم عن عمليه الريتنج. عمليه الريتنج دي من 0 ل 9 كل ما هزود كل ما يعتبرها سبام. يعني ايه كل ما هزود كل ما يعتبرها سبام؟ يعني احنا حاطط كلمه سكس ماشي. كلمة سكس دي هيعمل لها ايه؟ بلوك معايا؟ هيعمل لها بلوك. لو انا زودت الريتنج هنا يعني لو مثلا انا قلت له مثلا ديليت وزودت الريتنج يبقى هيعمل لها ايه؟ هيعمل مسج ديليت. لو انا مثلا زودت الريتنج هنا يبقى هيعمل مسج ايه؟ ريجكت. لو انا زودت الريتنج هنا هيعمل لها ايه؟ كارنتاين. طب لو علمت على الثلاثة؟ لو علمت على الثلاثة يبقى بقى انت ونصيبك. انت ممكن انت مثلا ممكن تزود الريت هنا وتقلله في مكان ثاني. يعني ان انت مثلا قللت الريتنج هنا ماشي يبقى هي هنا كده مش هيعملها ديليت. هيلاقي ريجكت الريتنج بتاعها اعلى فهيبتدي يعمل لها ريجكت ماشي. يا ولاد اللذينه. طيب هي علامات على العموم هو كافي موضوع الاكسبشن والتمورز يعني. طيب الفيروس بقى طبعا الفار فرونت تي ام جي بتعمل ايه؟ بتعمل سكاننج للمسج تشوف اذا كانت فيها فيروس ولا لا. اول حاجه اسكان للمسج بادي محتوى الرساله. محتوى الرساله يعمل له سكان ولا لا؟ نعم محتوى نعم لا المسج بادي ده مش رساله اسف ده محتوى رساله مش الاتاشمنت. الاتاشمنت يعني يعني فايل فلتر. فايل فلتر المسج بادي دي محتوى الرساله الكلام اللي موجود في الرساله ماشي. بيقول لك ايه؟ يوز مسج بادي فلتر. نعم الكلام يكون في فيروس. يعني ايه الكلام يكون في فيروس تاني مش فاهم. كل الكلام اللي في الرساله الكلام اللي في الرساله ده ممكن يبقى فيه فيروس؟ لا طبعا لا. طيب امال ايه؟ ما انا بقول لك دلوقتي اهو. بص يا سيدي نعم لو فايل بس الاتاشمنت هو اللي لا ماشي. فايل دي اتاشمنت دي موضوع ده موضوع تاني. احنا بنتكلم عن مسج بادي فلتر ماشي. مسج بادي فلتر ده يا جماعه عباره عن ايه؟ allow you to filter email by searching message body. يعني بتدور على الايه؟ محتوى الرساله. You can set which keyword set as detected. يعني ايه detected بقى؟ يعني كلمة detected دي يعني انا شايف ان هي ايه؟ الكلمة دي كلمة خطيرة. كلمة يعني كلمة detected دي مش يعني كلمة detected دي مش فيروس يا جماعة. كلمة detected دي يعني انا شايفها ان الكلمة دي اباحية مثلا. مثلا الكلمة دي انا مش عايز حد مثلا ايه؟ يشوفها. دي عملية سكان للمسج بادي. لكن دي مش فيروس ولا حاجة. عشان
ماشي. يعني انا ممكن اقول يعني ممكن مثلا يمسح يعني كي ووردز مثلا بالظبط يعني سيت كي ووردز يعني هشوف لي مثلا الكي وورد مثلا دي اسمها مثلا هاي مثلا ماشي. الكي دي هتعتبرها ايه بقى؟ طبعا احنا هنا انيبل يعني هنيبل في دوره لا ماشي. الكي دي هتعتبرها ايه؟ هتدلتها يعني المسج هتروح لكن الكلمه دي هتتدل ماشي، ولا هتسكبها ولا هتنفض لها. هتسكبها دي يعني كانك مش عامل انيبل ماشي تمام. ولايت ايدنتيفاي يعني تحقق منها بس يعني هتشوفها اذا كانت موجوده ولا لا ماشي. هايت ايدنتيفاي دي يعني هتشوفها خلاص اذا كانت موجوده ولا لا، وهتجي لك عندك هنا في المونيتورنج لكن انت مش هتعمل في اي اكشن يعني ماشي. ولا هتدريت ولا هتعمل بيرج، تعمل بيرج يعني تكنسها ماشي. لا 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 لا، كلمة ديليت مش كلمة بيرج يا جماعة، كلمة ديليت يعني هتمسح الكلمة، كلمة بيرج يعني هتكنس الرسالة. يعني ايه تكنس الرسالة؟ يعني شيل المسج برضه كله شيله. كل المسج؟ بيرج يعني هتكنس الرسالة كلها؟ لكن ديليت هتمسح الكلمة دي بس. ماشي؟ هو ده الاختلاف بين كلمة، حتى لما نخش على الاكتشاف ان شاء الله هنشوف يعني كلمة بيرجنج، بيرجنج يعني كنس. ماشي؟ طيب. أنا ممكن اشوف اذا كان اتاتشمنت فيه فيروس ولا لا ماشي. ماشي الفايل تايب ايه بقى اللي انت عايز تعمل عليه سكان؟ سيلكت تقول لي انت هتعمل سكان على اي نوع من الاتاتشمنت ماشي. الفايل نيم انا ممكن يكون اتاتشمنت باسم معين يعمل لي سكان ليه، يعني مش لازم يكون نيم امتداد. يعني انا عشان اعمل انا بعمل سكان اتاتشمنت بامتدادها، يعني لو الاتاتشمنت امتداد بتاع كذا اعمله سكان ماشي. لا انا ممكن اقول له كمان الفايل نيم ايه، لو الفايل نيم لو الاتاتشمنت اسمه كده مثلا تيست اعمل له سكاننج ماشي. نفس الكلام نفس الاوبشنز هنا برضه مفيش اي اختلاف خالص يعني ماشي. طب انت هتستخدم انهي انجن للسكان بقى، انهي اداه؟ الفور فرونت فيها خمس ادوات بيعمل بيها سكان ماشي معايا. طبعا زي ما انت شايفهم بقى رام براحتك، الكاسبرسكي بقى والمايكروسوفت انتي ميلوير والكلام ده يعني، والفيروس فاستر والكلام ده. انت هتستخدم انهي انجن تعمل بيها سكاننج ماشي، ولا انت ولا اوتوماتيك يعني ايه اللي تيجي في ايه اوتوماتيك في طريقك يعني ماشي، ولا انت هتحدد واحده معينه؟ الحاجات موجوده في الفور فرونت طبعا. ولا انت هتحدد انجن معينه تعمل بيها سكاننج ماشي. ما ينفعش اضيف مثلا عندي بقى، لا مفيش اضافه، لا هي الانجنز دي بس بتاعتك. طب اشمعنى اختاروا كاسبرسكي؟ والله انا بحب الكاسبر صراحه، بس زي ما تحب يعني ماشي. ما اعرفش والله ليه تفرقه عن صغير. طيب الانتليجنت انجن بقى، ذكاء الاداه ماشي. بص يا سيدي، اولويز سكان ويز اول سيلكتد انجن يعني ايه؟ يعني اولويز سكان ويز اول سيلكتد انجن، يعني لو انا مثلا دلوقتي معلم على الثلاثه دول مثلا، هيبقى هيعمل سكان بدي وهيعمل سكان بدي، يعني هيعمل سكان بدي مره على رساله على الاتاتشمنت، وبعدين يعمل سكان بدي مره على الاتاتشمنت، وبعدين يعمل سكان مره جايه على الاتاتشمنت ماشي. دي ممكن تسبب تاخير في النيل طبعا. انت كل ده الكلام ده كله واقف على الفور فرونت بيعملها سكاننج مش اتاتشمنت. دي كل الاوبشن دي كلها بتسبب كل الاوبشن دي بتعمل ديلينج للمسج، مش اوبشن معين يعني ماشي. انت بتتكلم انت بتفلتر وورد معينه، هيقول لك انتوا بتحبسوا الايميلات في السيرفر. احنا انت عندك هنا انت بتفلتر وورد معينه ما تجيلكش، فورد معينه اعملها ريجكت، فانت متخيل هو بيقرا رسالة كلها عشان يطلع لك الورد دي. فطبعا كل ده بيعمل ديلي، بس الديلي انا عايز اقول لك ديلي مثلا 10 15 ثانيه مش ديلي ماشي. طيب انهي انجن اختار السيلكتد انجن، يعني الثلاثه دول كل واحد عدي بالدور على كل انجن دي اعمل بيها سكان ماشي، ولا سكان ويز سب سيتس اوف سيلكتد انجن. سب سيتس يعني مصفوفه يعني مجموعه، يعني اختار لي منهم اثنين مثلا عشوائيين كده اعمل بيهم بيها سكان مثلا تمام، ولا ستارت ويز دايناميكلي تشوزن ستوب سيت اوف سيلكت انجن. نعم ستوب سيت اللي انا اعلم عليه. لا 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 دايناميكلي ولا اختار. لا ستوب سيت يعني مصفوفه، ستوب سيت يعني المصفوفه دي ما تختارهاش كلها. هنا علم هنا اعمل سكان بالكل ماشي، ما غطاش ولا حاجه، لكن هنا اعمل سكان باثنين عشوائيين مثلا او بالثلاثه عشوائيين او في ستوب سيت. ستوب سيت يعني مصفوفه، يعني اي حد كده ايه عشوائي من الثلاثه دول اعمل بيهم سكان ماشي، من انت مختارهم ماشي. سكان ويز دايناميكلي تشوزن سب سيت اوف سيلكتد انجن دايناميك تشوز، يعني كله عاد مره ماشي مش عشوائي تمام. يعني هتعمل سكان
خلاص اي اتاشمنت ثانيه تيجي اعمل سكان دي، اي اتاشمنت تيجي اعمل سكان دي، وبعدين تيجي من الاول وهكذا. دي عمليه الدايناميك ماشي. طيب ولا سكان ويز اونلي وان سيلكتد انجن، يعني هتعلمني على واحده بس وهي دي اللي هتسكان بيها ماشي. عايز تسكان، عايز تقول مثلا يوز اوتوماتيك انجن، اوتوماتيك انجن مانجمنت، يبقى انت بقى كل دول مش لازم بقى، وانت المانج هي وهو يختار شويه مين، اي حد يعمل بسكان ماشي. لكن لو انت عايز الخمسه انجن يعمل بيهم سكان، فانت بتقف هنا وتعلمني على الايه، على الفايف انجن بتوعك ماشي. كده هيعمل سكان بالخمسه انجن دول ماشي. ريميديشن، عمليه المعالجه، يسكيب يعني ديتكت اونلي لكن ما يعملش حاجه، ولا كلير يعني ريبير الاتشمنت، يعني لو في الفيروس يعني يعمل له ريبير ماشي، ولا يديليت الاتشمنت. لا انا ديليت الاتشمنت احسن يعني. نوتيفيكيشن انيبل ولا ديسيبل، يعني يجي لليوزر مسج تقول له الفور فرونت ريموف ذا فايل بيكوز واز فاوند تو بي انفكتد. طبعا دي لو انت هتشغل الاوبشن ده يبقى انت لازم تعمل انيبل للحاجه دي يعني ماشي، عشان نعرف الاتشمنت ما وصلش ليه بالظبط ماشي. تمام. انت ممكن على فكره تشيل كل ده وتكتب اللي انت عايزه، هتقول له مثلا this message body contain this attachment contain virus مثلا، this attachment مثلا contain virus مثلا ماشي. هتلاقي هنا اوبشن بقى هيسكان ايه الدوكيومنت فايل ماشي، ولا وهيعمل لهم ديليت ولا لا ماشي. هنا الاكشن بتاعك ايه، ديليت ولا اجنور ولا سكيب. ديتكت اونلي يعني يقول لك، يبعت لك المسج. سكيب يعني انت كانك اجنور، اسف يعني انت عامل تجاهل نفض يعني ماشي. الرساله هيدلتها هيجنورها، هيعمل اجنور ولا ديليت. الاكشن بتاع المايم، المايم ده كان معانا في الاكسشنج، فانا مش هقول كلمه مايم دلوقتي يعني ايه ماشي. في مشان كده طيب. طبعا هنا كلمه، خلي بالك هنا كلمه بيرج مسج اف بودي اف البودي از ديليتد، يعني ايه؟ يعني اكنس المسج، يعني شيلها خالص، ما ينفعش تعملها ريكفر رايحه خالص لو المسج اتدليتد. يعني ديليتد يعني يتحط في ديليت ايتمز، بيرج يعني ايه؟ يعني تشال حتى من ديليت ايتمز ماشي؟ ده معنى الكانس يعني. طيب في مشاكل كده يا جماعه لحد دلوقتي في الايميل بوليسي؟ لا. طيب احنا دلوقتي ان شاء الله هنبتدي عمليه الببلشنج، وبعدين نكمل موضوع الانتروجن بريفنشن والحاجات دي. فعايزين ببلش الفيديو لوحده يعني؟ حاضر. ماشي كمان الفيديو سيء.